قطر كاس كيو اس ال في مواجهه تجمع الملك القطراوي بالنادي العربي، فريق الاحلام، الفريق الذي يتواجد في القاع وفي اسفل الترتيب بالصفر من النقاط بعد هزيمتين اوليتين امام كل من ناديي ام صلال والاخر ديات. وبالتالي نادي العربي بقياده حاتم المؤدب يطمح الى تحقيق اولى انتصاراته على مستوى المسابقه. هنا المسابقه التي تتزامن مع الرز نعمة الفيفا، أيام الفيفا التي تعرف خوض طبعا مباريات لمنتخبات على مستوى القارات الخمس، منتخبات تستعد للمسابقات القارية ومنتخبات أخرى تجري باقي التصفيات. إذا هي مواجهة أكيد تعد بالكثير بين سيرجيو باتيسا وبين حاتم المؤدب. نادي قطر في المركز الخامس ثانيا بنقطتين بعد تعادلين أمام كل من الغرافة بهدف لهدف، وأمام نادي أم صلال بصفر من الأهداف يطمح من أجل الوصول إلى النقطة الخامسة وملاحقة نادي الدحيل وأم صلال بعد فرصة المباراة الأولى اللي كان طبعا انتهت قبل هذه المواجهة على أرضية هذا الميدان بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. في المقابل النادي العربي يطمح ويدخل هذه المواجهة في ريان النقاط الثلاث وتحقيق أولى الانتصارات على مستوى المسابقة بقيادة هذا المدرب حاتم المؤدب، ثمرة مستقبل قابس والمدرب اللي كان طبعا يقود في الذحت 23 سنة على مستوى دوري قطر غاز الموسم الماضي وحقق معهم الوصافة قبل أن يتم تعيينه بدلا للمدرب الكرواتي لوكا بوناسيتش. هاتي المواجهة مشاهدينا الكرام بقيادة عبد الرحمن الجاسم حكم هاتي المواجهة وبمساعدة كل من خالد خلف، عبد الله أنس، بينما جمال حسن هو الحكم الرابع لهذه المواجهة. هنا كرة من الجهة اليسرى خطيرة، تصويبة للنادي العربي والكرة إلى خارج رقعة الميدان. ريان صعب جدا لكلا الفريقين، لربما نقول بأن التعادل اللي كان قبل هذه المواجهة بين ناديي أم صلال والدحيل أعطى فرصة خاصة لنادي قطر من أجل الحفاظ على أمالي للتواجد في مربع الكبار والوصول إلى النقطة الخامسة. كرة من الجهة اليمنى، عرضية طويلة إلى خارج رقعة الميدان تأتي مع الركنية لصالح النادي العربي على مستوى الجهة اليسرى. ننتظر طبعا أن تنتهي خطورة هذه الهجمة من أجل أن ندرج على تشكيلة الفريقين. ركنية من الجهة اليسرى لنادي العربي في تنفيذ عبد الرحمن منصور، كرة عرضية طويلة رأسية لكن الكرة السالة بين يدي الحارس رجب قاسم، الحارس اللي يعتمد عليه سيرجيو باتيسا رسميا في هذه المواجهة بين الخشبات الثلاث. بقية اللاعبين محمد سالم رقم 2، رامي فايز رقم 3، 5 محمد الجابري، 6 علي محمد، فضل عمر رقم 7، عمر أحمد رقم 8، خالد أحمد 17، 23 عيسى برانكي، 25 عبد العزيز خالد، علي سعيد رقم 70. هذه الأسماء التي يدخل بها ابن الطانكو سيرجيو باتيسا في هذه المواجهة، بينما تصويبة الله القائم الأيمن للحارس رجب قاسم في اللقطة الماضية يتألم بعد تصويبة قوية جدا. كان بإمكاننا أن نتابع الأداء في هذه المواجهة من خلال الكورة الماضية، لكن القائم كان في المكان المناسب. تصويبة رائعة جدا ومميزة من فهد خلفان، شوف الكورة وشوف كيف اتخذ القرار، صوب الكرة وكانت قوية جدا، دائرية ملولبة كادت أن تخدع الحارس رجب قاسم، لكن الكرة ترتطم بالقائم الأيمن قبل أن تتجه صوب الجهة اليسرى. نادي العربي مشاهدينا الكرام بقيادة حاتم المؤدب يدخل بلؤي عاشور في حراسة المرمى 96، بقية اللاعبين 4 عبد الرحمن عناد، 5 علي محمد سالم رقم 9، 14 فهد خلفان، 15 أحمد يوسف، عبد الرحمن منصور رقم 24، 27 جاسر يحيى، 44 ياسين يعقوب، 50
من طارق حامد، 66 تواجد اللاعب حمد محسن. أكيد كلا الفريقين بغيابات وازنة، بعض اللاعبين من أجل خوض غمار التصفيات والإحصائيات مع منتخباتهم، والبعض الآخر بخيارات المدربين حاتم المؤدب وسيرجيو باتيسا. لكن الغياب الأبرز هو غياب النجم الكاميروني سامويل إيتو اللي يغيب عن هذه المواجهة، إلى جانب اللاعب أسامة عمري النسر السوري الذي يغيب عن هذا اللقاء في صفوف الملك القطراوي. العربي هو الآخر قياسا بآخر تشكيلة واجهت لعبة لنادي العربي على مستوى دور النجوم ضد نادي الأخور. هنالك غيابات وازنة، أحمد فتحي، ديغو غارديلا السيليساو، محمد صلاح النيل، مدير عبد ربو، وفرانكو أريزال اللاعب الكولومبي. أسماء وازنة في تشكيلة الفريقين، غائبة أكيد عن هذه المواجهة، لكن لا يهم، هنالك خلف، وخير خلف لخير سلف. هنالك لاعبين على مستوى دوري قطر غاز تتاح لهم الفرصة في هذه المواجهة. الحديث عن لؤي عاشور إلى جانب عبد الرحمن عناد، مع تواجد ياسين يعقوب، وأسماء في الدكة إبراهيم ناصر وخلدون موسى. في الضفة المقابلة نفس الريانات، نفس الأسماء بنفس الطموحات، سيرجيو باتيسا يعتمد على لاعبين شباب، تواجد عيسى بلانكي، عبد العزيز خالد، فالاحتياط تواجد أكثر من اسم، والأجمل تواجد اسم من فئة الشباب، حمدي آدم أقل من 19 سنة. تصل الكرة في الجهة اليسرى لصالح نادي العربي، وهذه من الغايات طبعا السامية لهذه المسابقة، هي إتاحة الفرصة للاعبين الشباب وللاعبين الذين أكيد دائما ما يعتمد عليهم المدربين، مدربون بشكل احتياطي، وهذه فرصة أيضا لبقية المدربين. شاهدنا يعني حتى في مواجهة نادي الحيل ومصلال تواجد الماشيك مجيد بوقرة على مستوى الدكة وعلى مستوى رئاسة الإدارة الفنية في المواجهة الماضية. فرصة أيضا للمدربين الشباب الذين يتواجدون مع الفئة الأولمبية على مستوى دوري قطر غاز من أجل أن يخوض غمارات البطولة. والحديث عن حاتم مؤدب المدرب اللي قدم موسم استثنائي الموسم الماضي، مع من؟ مع الكتيبة العربوية، حقق معهم الوصافة خلف الماشيك، بينما هناك كرة خطيرة يتدخل رجب قاسم أمامنا على الصورة في المكان المناسب. 32 سنة، متر فاصلة 86 سنتيمتر للحارس رجب قاسم، حامي أرينا الملك القطراوي في هذه المواجهة. الحارس الاحتياطي على اعتبار بأنه الحارس الرسمي هو جاسم علي. الكرة من الجهة اليمنى تحضر، خطيرة جدا، انطلاقة علي، يرد الملك على فرصة الماضية اللي كان وراء عبد الرحمن منصور، واللي ارتطمت بالقائمة الأيمن للحارس رجب قاسم. أمانة الفرصة كانت خطيرة، وكان بإمكاننا أن نتابع من خلالها أولى الأهداف للكتيبة العربوية في هذه المواجهة. فريق الأحلام اللي طبعا هو من بين الأندية الدائمة الحضور على مستوى هذه المسابقة، النادي اللي طبعا حضر على جميع المستويات وفي جميع المسابقات ومنذ انطلاقة هذه البطولة موسم 2009-2010، البطولة والموسم الذي وصل من خلالها النادي إلى نصف نهائي البطولة قبل أن ينعزم من بوابة نادي الأهلي العميد بهدفين مقابل هدف. هدف النادي العربي لو تتذكرون كان سجله اللاعب علي مجبل الفرتوس. بقية المشاركات للكتيبة العربوية كلها أكيد لم تكن مشرفة، ولعل الإنجاز الأبرز يبقى في موسم 2012-2013، الموسم الذي وصل من خلال نادي العربي إلى الفاينل قبل أن يخسر من بوابة نادي الجيش سابقا بهدفين مقابل صفر. باقي يعني المشاركات، يخرج من الدور الأول ثالثا رابعا لمجموعته. كرة من الجهة اليمنى إلى خارج رقعة الميدان، تأتي معها ركنية. شوف الكرة الماضية بهذه الطريقة، طبعا اللمسة كانت حاضرة، وإصابة المهاجم الملك القطراوي في اللقطة الماضية علي سعيد. ركنية من الجهة اليمنى لصالح الملك القطراوي. نتابع الأهداف ونحن نصل مشاهدينا الكرام إلى الدقيقة العاشرة، مع التذكير بأننا في حضرة الجولة الثالثة في اللقاء والأبرز في هذه الجولة، العربي والملك القطراوي. ركنية في انتظار طبعا شارة الحكم عبد الرحمن الجاسم. على ما يبدو الإصابة كانت قوية جدا
اللاعب علي سعيد. سلامات إصابة على مستوى القدم اليسرى تحت أنظار سيرجيو باتيستا الذي لا يريد أن يقوم بتغيير مع انطلاقة المواجهة، والتغيير إن جاء أكيد سيكون اضطراري. سقوط اللاعب علي سعيد، سلامات 10 دقائق أولى وإصابة على ما يبدو يعني ستشكل صعوبة لهذا اللاعب، وعلى ما يبدو سنتابع على إثر تغيير في انتظار طبعا التحاق الطاقم الطبي لنادي قطر بحضور طبعا جماهير لعشاق الملك القطراوي ولمتيمي ومحبي الكتيبة العرباوية في هذه المواجهة. طبعا نادي قطر إذا ما تحدثنا عن إنجازاته في هذه المسابقة تبقى له إنجازات وازنة، ولعل طبعا أبرزها الوصول إلى الفاينل والتتويج بهذه الكأس موسم 2013-2014 على حساب نادي السد. الزعيم السداوي في فاينل انتهى بثلاث أهداف مقابل هدفين، والشاهدة 5 أهداف كاملة. ركنية أيضا من الجهة اليمنى، أكيد حديث بين الحكم عبد الرحمن الجاسم يتجه لربما نحو تقنية الفيديو، على ما يبدو طبعا في هذه اللقطة من طرف الحكم عبد الرحمن الجاسم بعد طبعا إصابة اللاعب علي سعيد. كانت الإصابة بعد احتكاك مع أحد مدافعي نادي العربي. شوف الكرة بهذه الطريقة، تدخل أعتقد بأنه التدخل كان حاضر ولكنه غير متعمد، على اعتبار بأنه اللاعب كان اتجه إلى الكرة غير مسار الكرة، ومن ثم طبعا التحم مع اللاعب علي سعيد. في انتظار طبعا قرار الحكم السيد عبد الرحمن الجاسم أمامنا على الصورة. التكنولوجيا حاضرة أكيد في هذه المواجهة وفي هذه المسابقة، وهذه التكنولوجيا التي جاءت حديثا إلى عالم كرة القدم، وتابعناها في مونديال راشا قبل أشهر من الآن، وأكيد سنتابعها في كل الملاعب العالمية. لذلك ينبغي أن ننسجم معها، ينبغي أن نعتاد عليها كإعلاميين وكلاعبين وكمدربين وأيضا كجماهير. الحكم يقول يا ركنية ليست فيها مخالفة. ركنية من الجهة اليمنى لصالح الملك القطراوي، هل تأتي بالهدف الأول؟ كرة عرضية راسية عادت من الدفاع المتابعة. نادي قطر يضغط في هذه اللحظات من أجل أن يسجل أولى الأهداف والكرة إلى خارج رقعة الميدان. حاتم المؤدب أمامنا على الصورة، 38 سنة، لاعب سابق في نادي مستقبل قابس والملعب التونسي، والرجل الذي جاور أيضا بعد الفئات السنية للنسور القرطاجية كلاعب. طبعا بداياته في عالم التدريب جاءت من بوابة نادي مستقبل قابس ونادي ترجي جرجيس. كرة من الجهة اليسرى لصالح النادي العربي من الجهة اليسرى، هل يأتي الهدف الأول في هذه المواجهة؟ انطلاقة فرصة لعرضية، اختار المراوغة ولكن الدفاع في المتابعة عن طريق محمد سالم، والكرة إلى خارج رقعة الميدان تأتي مع ضربة مرمى. النادي العربي يحتاج إلى الانتصار في هذه المواجهة. 0 من النقاط في مجموعة أولى تضم أندية التحيل ومصر الخرديات الغرافة إلى جانب غريمي في هذه الأمسية نادي الملك القطراوي. كرة من الجهة اليسرى ضاعت تعود لصالح نادي العربي من الجهة اليسرى، انطلاقة المتابعة الدفاعية من جانب فضل عمر في المتابعة، والكرة إلى خارج رقعة الميدان تأتي مع رمية تماس لصالح نادي قطر. رمية تماس من الجهة اليمنى للملك القطراوي في تنفيذ هذا اللاعب رامي فايز على مستوى الجهة اليمنى، على ما يبدو إصابة أحد العناصر مرة أخرى. هذا اللاعب فضل عمر العميد يصاب في هذه اللحظات، سلامات إصابات متكررة مع انطلاقة المواجهة، وكلما أصيب لاعب كلما انتقل مخرج المواجهة إلى المدرب الأرجنتيني سيرجيو باتيسا في حوار طبعا في انتظار طبعا هل سنتابع أولى التغييرات في هذه المواجهة. الإصابات تتعدد مع انطلاقة هذه المواجهة، ونحن نصل إلى الدقيقة 14 مع التذكير مشاهدينا الكرام بأنه قبل هذه المواجهة أجري لقاء التحيل وأمصلال وانتهى بهدف مقابل هدف، وبالتالي التحيل وأمصلال على مستوى صدارة المجموعة الأولى ب5 نقاط، انتصار وتعادلين لكلا الفريقين، والخرد
الاحتياج في الملاحقة. الغرافة والآخر معني بالوصافة أو بالصدارة لربما ينحقق الانتصار على نادي الخرتيات في لقاء يجرى آنيا في نفس هذا التايمينج. وقطر والآخر معني بالصدارة. نقطتين الانتصار اليوم معناه الوصول إلى النقطة الخامسة ومزاحمة كل من التحيل والمصلة. العربي انتصر اليوم، ستعود الأمال والطموحات لهذا النادي. كرة من الجهة اليمنى عرضية وراسية لكن الدفاع يتدخل. الكرة تصل من الجهة اليمنى دائما لصالح نادي العربي أو الجهة اليسرى. البحث عن كرة بتمريرة بينية رائعة في الجهة اليسرى. انطلاقة نتابع هدف في هذه اللحظات. تحضر الكرة بهذه الطريقة، ممكن عرضية طويلة مرت من أمام الجميع إلى خارج رقعة الميدان بعد تدخل محمد سالم أمامنا على الصورة. 28 سنة أحد أبناء النادي تدخل وبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. شوف الكرة كيف لعبت بهذه الطريقة، بل اللاعب اللي تدخل هو رامي فايز. رامي فايز تدخل وغير مسار واتجاه الكرة إلى خارج رقعة الميدان. هذا الأسماء طبعا الأساسية في تشكيلة نادي قطر على مستوى دور النجوم وعلى مستوى باقي المسابقات. ركنية من الجهة اليمنى في تنفيذها طارق حامد. نتابع للأهداف، هي الركنية الثانية للكتيبة العربوية لفريق الأحلام من أجل حلم هدف أول. كرة خطيرة والحارس يتدخل على مرتين. رجب قاسم يتدخل على مرتين ويتصدى للكرة. ركنية كان بإمكاننا أن نتابع من خلالها الهدف الأول في المواجهة، لكن الأسمراني العنكبوت رجب قاسم تدخل في المكان المناسب. شوف الكرة بهذه الطريقة وبراد جميل جدا والسيطرة استثنائية للحارس رجب قاسم. كرة من الجهة اليسرى دائما عربوية بتفوق على مستوى الاستحواذ، تفوق نسبي للكتيبة القطراوية في هذه المواجهة. من الجهة اليمنى عرضية طويلة ممكن بينية لم تمر، عادت من جديد لصالح نادي العربي على مستوى وسط الميدان. تقطع لتعود لنادي قطر من الجهة اليمنى. إمكانية تمرير في الجهة اليمنى، إمكانية تغيير اتجاه الكرة، خيار إعادة الكرة للاعب محمد سالم. محمد سالم يحضر الكرة في الجهة اليمنى، تصل للاعب علي سعيد. علي يمر، علي ينطلق والدفاع يتدخل. الكرة لا زالت مستمرة إلى خارج رقعة الميدان. علي سعيد ينطلق من الجهة اليمنى، يحاول أن يباغت ويحاول أن يخترق من أجل أن يكتشف مدى جاهزية الدفاع ومدافعي نادي العربي. شوف التدخل بهذه الطريقة، اللاعب عبد العزيز خالد هو من توغل في اللقطة الماضية. والدفاع كان ثلاثي بعد التدخل الماضي، وبالتالي رمية التماس من الجهة اليمنى لصالح نادي قطر. نادي قطر طبعا اللي قلت بأنه توج بهذه المسابقة وسبق له وأن حقق اللقب موسم 2013-2014 على حساب الزعيم السادة. وبالتالي الأمال والطموحات والغايات والآهات هي الوصول إلى البوديوم مجددا بعد 5 سنوات من الآن. البطولة اللي كانت توقفت لثلاث مواسم بعد تتويج نادي قطر مباشرة. كرة من الجهة اليمنى عادت من الدفاع، تصل من جديد على مستوى وسط الميدان. ثلاث مواسم عرفت توقف كاس كيو اس ايل من أجل أن تعود الموسم الماضي ويتوج بها نادي الغرافة على حساب نادي الريان. بالمناسبة نادي الغرافة هو النادي الوحيد اللي توج باللقب مرتين، توج الموسم الماضي وحاز اللقب في أولى مواسمات المسابقة على حساب العميد الأهلاوي في فاينل انتهى بخمسة ماسية نظيفة للفود. الكرة إلى خارج رقعة الميدان تأتي مع رمية التماس. رمية التماس من الجهة اليسرى. حقيقة نفتقد سامويل إيتو في هذه المواجهة، ونفتقد أيضا أسامة عمري النجم السوري. كرة من الجهة اليسرى ممكن عرضية، يختار المراوغة. الدفاع يتدخل، تعود من جديد على مستوى وسط الميدان. البحث عن تمريرة بينية ممكن عميقة في الجهة اليسرى. انطلاقة وفرصة للمراوغة من جانب عيسى بلانكي. بلانكي يحافظ على الكرة، يعود يستدير، يمرر، يحضر، تصل في وسط الميدان، فرصة لتصويبها رائعة. هذه الكرة ما زالت خطيرة، إمكانية تصويب. الحكم ماذا يقول؟ الحكم ماذا يقول؟ يقول لا وجود لركلة جزاء في كرة فيها الشك في انتظار طبعا الإعادة. كرة كانت رائعة للملك القطراوي، والحكم كان قريب من الكرة وأمر اللاعبين باستئناف. واستمرارية الكرة على مستوى رقعة الميدان. كرة من الجهة اليمنى، من الجهة اليمنى إلى خارج رقعة الميدان تأتي مع رمية تماس. رمية تماس من الجهة اليسرى لصالح نادي قطر. شوف الكرة كيف لعبت، وصلت لعلي سعيد. علي حاول المراوغة، علي مر وركلة جزاء غير موجودة. أعتقد بأن الركلة غير موجودة واحتكاك طبيعي بين كلا اللاعبين. كلا اللاعبين طبعا وضع
بعضهما على بعضهما البعض، وبالتالي الكرة لم تكن فيها مخالفة، وقرار الحكم السيد عبد الرحمن الجاسم كان سليم 100%. رمية التماس من الجهة اليسرى تصل من جديد لصالح نادي العربي، تنفذ الكرة لتصل في اتجاه من؟ في اتجاه عبد الرحمن. عبد الرحمن عناد يحضر كرة في الجهة اليسرى، وصلت استلام بشكل جيد، انطلاقة بإمكان العرضية، مراوغة رائعة جدا، تصويبة عالمية، لكن الدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل بعد استسلام رجب قاسم، والكرة تنطلق مرة أخرى في الجهة اليسرى من أجل هجمة مقابلة مغايرة للملك القطراوي. الكرة إلى خارج رقعة الميدان تأتي مع رمية التماس، شوف الكرة كيف لعبت، سقط وتهاوى لوحده، والدفاع تدخل عن طريق رامي فايز، لولا رامي لتابعنا أولى الأداء في المواجهة لصالح نادي العربي. تعود الكرة في المنطقة الدفاعية، حذر من الخطورة في اللقطة الماضية والمخاطرة، تصل من جديد لصالح نادي العربي من الجهة اليسرى، انطلاقة والبحث ممكن عن عرضية، العربي يقترب في هذه اللحظات، يريد أن يكون هو أول الواصلين وأول المسجلين في هذه المواجهة. 21 دقيقة حتى اللحظة، والبياض السلبي هو السيد الموقف في انتظار طبعا من سيلون نتيجة المباراة، هل يكون اللون الأصفر والقادم على أنه سيكون اللون الأبيض من جانب نادي العربي، أو دعونا نقول اللون الأحمر على اعتبار بأنه العربي هو الفريق الأحمر على مستوى دوري النجوم. كرة إلى خارج رقعة الميدان تأتي مع رمية التماس، رمية التماس من الجهة اليسرى لصالح نادي قطر، مبنى على السرعة ومر أحمد، شوف الكرة الماضية رائعة جدا، الكرة الماضية رائعة جدا، لكن هل كانت في اتجاه الشباك؟ لا أعتقد ذلك، تدخل محمد الجابري اللي كان بعد الكرة، تصل من جديد على مستوى وسط الميدان، لا أعتقد أبدا بأن هذه المواجهة ستستمر سلبا في هذا الشوط الأول، الشم رائحة الهدف، لكن لا أعرف من أين تأتي الرائحة، من أي اتجاه، هل هو من اتجاه نادي قطر أم أن الهدف سيكون عرباوي في هذه المواجهة؟ هدف أبكر لمن سيكون؟ هذا هو السؤال المطروح. تصل الكرة في المنطقة الدفاعية عن طريق محمد الجابري، يحضر الكرة لمحمد سالم، محمد سالم في الجهة اليمنى يحافظ على الكرة، يحضرها للاعب علي محمد، تعود من جديد محمد الجابري، التحضير على مستوى وسط الميدان، خالد أحمد يتريث يبحث عن تمريرة، تعود بالكعب لصالح من؟ لصالح محمد الجابري، الجابري من جديد من أجل بناء جديد متجدد لصالح نادي قطر. محمد سالم يرسل كرة عرضية طويلة، والدفاع يتدخل، والكرة إلى خارج رقعة الميدان. أكيد من يتابع مباريات دوري النجوم ويتابع مباريات الملك القطراوي يحن إلى متابعة أقدام سامويليتو النجم الكاميروني الذي يغيب عن هذه المواجهة، ليس طبعا لتواجده مع المنتخب، هو اللي صنع طبعا أمجاد المنتخب الكاميروني، هنا تصويبة والكرة إلى خارج رقعة الميدان، ليس لتواجده مع المنتخب وإنما لخيارات فنية للمدرب سيرجيو باتيسا. شوف الكرة الماضية كيف لعبت بهذه الطريقة، طبعا سامويليتو اللي اعتزل قبل سنوات، النجم العالمي والنجم والهداف التاريخي للمنتخب الكاميروني، الهداف التاريخي لكأس إفريقيا للأمم، النجم اللي تواجد في وقت من الأوقات ضمن ثلاثي أفضل اللاعبين على مستوى العالمي. ركنية من الجهة اليمنى لصالح نادي قطر، صعود محمد جابري، علي محمد من أجل أن نتابع الأهداف، ننتظر ونعاين، كرة عرضية رأسية، الدفاع يتدخل، يبعد الكرة على مرتين، رأسية كان بإمكاننا أن نتابع من خلال هدف الأول، تستمر الكرة من الجهة اليمنى، المتابعة من رامي فايز يحضر الكرة في الجهة اليمنى، عرضية محمد الجابري، والدفاع مرة أخرى يتدخل، نادي قطر يقترب في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، الملك القطراوي يقترب من أجل أولى الأهداف في هذه المواجهة، والدفاع العرباوي لا زال صامتا، وسيرجيو باتيستا لن ينال البال إلا إذا سجل نادي قطر للأهداف في هذه المواجهة. هو تابع المواجهة الأولى وكان على المدرجات، عايته شخصيا، تابع لقاء التحيل وأم مصرال، وتابع التعادل، وأكيد ويشكر اللاعب يوسف العربي اللي سجل هدف التعادل لنادي التحيل، ويعلم بأن هذه المواجهة
هي مواجهة الصدارة. هذه المواجهة هي مواجهة إعادة طبعا الأمال والطموح لنادي قطر على مستوى صدارة المجموعة. كرة من الجهة اليمنى عادت من جانب الدفاع، تصل الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه اللاعب عيسى بالانكي. بالانكي يراوغ بطريقة جيدة، تحضر الكرة من جديد على مستوى وسط الميدان. إعادة الكرة لمن؟ للاعب محمد سالم. محمد سالم يتريث، يحضر الكرة للاعب محمد الجابري. نادي قطر والأفضل في هذه اللحظات، الملك القطري والأفضل في هذه اللحظات، يستعد من أجل أن يعود إلى عرش الأهداف في هذه اللحظات. ننتظر ونعاين تمريرة بينية، انطلاقة، استلام والسيطرة، كنترول، تعود من جديد عن طريق عمر أحمد. عمر يحضر الكرة في الجهة اليمنى، تعود من جديد علي محمد، يعيد الكرة لمحمد سالم. محمد سالم في الجهة اليمنى، انطلاق البحث ممكن عن عرضية بتمريرة بينية، لكن الدفاع يتدخل. نادي العربي يتحمل في هذه اللحظات الضغط الذي يقوم به نادي قطر ويقبل اللاعب. ننتظر ليأتي الهدف. كرة بتمريرة، الدفاع يتدخل، خيار الهجمات المرتدة وارد جدا في أي كرة من أي هجمة، والدفاع يتدخل، وبالتالي هي ضربة خطأ للاعب ياسين يعقوب. ياسين يعقوب واحد العناصر الشابة التي يقحمها حاتم المؤدب في هذه المواجهة، إلى جانب طبعا اللاعب عبد الرحمن عناد واللاعب لؤي عاشور. لؤي عاشور ليتواجد مع نادي العربي على مستوى دوري قطر غاز، والنتائج الإيجابية التي حققها حاتم المؤدب الموسم الماضي والوصافة وصافة الدوري على مستوى دوري قطر غاز، نتائج كانت كفيلة طبعا باتحاق المدرب بقيادة الفنية لنادي العربي، خلفا طبعا للكرواتي لوكا بوناسيتش. كرة من الجهة اليمنى، ضربة خطأ عربوية، كرة عرضية تصل بطريقة رائعة جدا، ممكن عرضية من اتجاه المغاير، يختار التمرير، تعود من جديد على مستوى الجهة اليسرى لنادي العربي الذي يبحث في هذه اللحظات عن هدف أول، لكن الكرة تضيع لتعود صفراء اللون من الجهة اليسرى عن طريق من؟ عن طريق اللاعب رقم 7 فضل عمر للاعب عيسى بلانكي. بلانكي لمن؟ لمحمد الجابري. الجابري وتحضير على مستوى وسط الميدان، يدور اللاعب فضل عمر من أجل التمرير في الجهة اليمنى، وصلت من جديد، تعود الكرة محمد سالم. محمد سالم في المناطق الدفاعية، ليست هنالك أو ليس هنالك أي تسرع من جانب عناصر نادي قطر، وهذا ما يميز الفريق في هذه الجولة الأولى، بينما السرعة مطلوبة من الجهة المغايرة. تصل الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه طارق أحمد. طارق أحمد يبحث عن كرة عرضية طويلة طويلة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي مع ضربة مرمى للحارس رجب قاسم وللملك قطراوي. بالمناسبة الفريقان مشاهدينا الكرام لم يتواجه في هذه المسابقة إلا في مناسبتين، موسم 2009-2010 والانتصار كان عرباوي بثلاثية في شباك الملك القطراوي، ثلاثية اللاعب دي بيريرا، بينما الهدف الوحيد للملك القطراوي أنذاك سجله علي حسين. موسم 2012-2013 أكيد تكررت المواجهة بين الفريقين، والمواجهة مرة أخرى آلت لمصلحة نادي العربي بثلاث أهداف مقابل هدفين في مواجهة كانت ممتعة لو تتذكرون. أكيد مواجهتين على مستوى هذه المسابقة، الأفضلية دائما عربوية، بانتظار طبعا الملك القطراوي هل ينتقم لباقي أو لسالف المباريات على مستوى مسابقة كأس كيوسيل. ونتابع الانتصار الأول لنادي قطر على مستوى هذه المسابقة، كل شيء وارد، والأصفر يقترب في هذه اللحظات. تمريرة بينية، وصلت الكرة بطريقة رائعة جدا، تحضر الكرة في الجهة اليسرى، يطلب رامي فايز، يحضر رامي راسية. خطيرة جدا هذه الكرة، خطيرة جدا هذه الكرة للملك القطراوي، وراسية لم تكن مركزة كفاية، التمريرة كانت رائعة، كانت مركزة، راسية إلى خارج رقعة الميدان. رامي فايز بطريقة رائعة جدا، الارتقاء كان جيدا لكنه كان لم يكن في توقيته المناسب حتى تترجم الكرة الماضية براسية علي سعيد. ضاعت فرصة هي الأخطر للملك القطراوي في هذه المواجهة، بينما الكرة الأخطر للنادي العربي كانت بتصويبة اللاعب عبد الرحمن منصور مع انطلاقة هذه المواجهة. 29 دقيقة حتى اللحظة، على بعد 16 دقيقة من نهاية الشوط الأول من هذه المواجهة، هدف لهدف أو صفر للصفر، في انتظار طبعا أن تتحقق نتيجة أفضل، وفي انتظار طبعا هل سنتابع الأهداف في هذه الجولة الأولى. عادت الكرة رجب قاسم،
تحضر الكره ينطلق رامي فايز من الجهه اليسرى. رامي فايز يمرر الكره يصل الى عمر احمد. عمر احمد يمر رائع يا عمر رائع يا عمر، لكن التصدي الدفاعي كان حاضر من جانب احمد يوسف مع لمسه يد واعتراض لسبيل الكره، والحكم كان قريب من الكره لم يتردد اعلن عن ضربه خطا هي غير مباشره اكيد لصالح نادي قطر. شوف التدخل بهذه الطريقه وبالتالي الكره تعود قطرويه من الجهه اليمنى. تصل الكره محمد سالم يعيد الكره في المناطق الدفاعيه لصالح نادي قطر دائما عن طريق من رامي فايز لمن للاعب رقم 17 خالد احمد. اعاده الكره لرجب قاسم. ذكرت مشاهدينا الكرام بان الفريقان الموسم الماضي او الفريقان على مستويات المسابقه تواجه في مناسبتين فقط، ويجب ان اذكر بان مواجهه الذهاب بين الفريقين على مستوى دوري النجوم قسم الاضواء انتهت للملك القطراوي بهداف الاسطوره الاسمراني صامويل ايتو، هدف للصفر في شباك الكتيبه العربويه. هنا كره عرضيه راسيه، الكره لا زالت مستمره ينطلق اليها رامي فايز، لكن الدفاع الاولى الى هذه الكره تستمر من جديد لصالح نادي قطر. يضغط في هذه اللحظات يبحث عن اولى الاهداف في هذه المواجهه. مانت نادي قطر والافضل، نادي قطر والافضل امنيا اقول، في انتظار طبعا ان يتغير السيناريو ويتغير معه طبعا عدد الاهداف في هذه المواجهه. عرضيه طويله والدفاع يتدخل الى خارج رقعه الميدان. الدفاع يتدخل من امام اللاعب علي سعيد اللي كان من بين الاسماء الحاضره في المواجهه الاخيره لنادي قطر على مستوى دوري النجوم امام النادي الغراف. المواجهه طبعا اللي خسرها نادي قطر بهدفين مقابل صفر سجلهما النجم الهولندي وايسلي شنايتر. كره الى خارج رقعه الميدان تاتي مع رميه وضربه ركنيه من الجهه اليسرى. الملك يقترب في هذه اللحظات من شباك لؤي عاشور في انتظار طبعا هل سنتابع ولا الاداء في هذه المواجهه. كل شيء وارد، كل شيء ممكن في عالم كره القدم. 31 دقيقه حتى اللحظه. ركنيه هي الرابعه مشاهدينا الكرام. عرضيه طويله راسيه عادت من الدفاع. الكره تعود من الدفاع تعود من جديد عن طريق من؟ عن طريق اللاعب عمر احمد. عمر احمد يحضر الكره لرجب قاسم. رجب قاسم يهيئها لعمر احمد في المناطق الدفاعيه. ممكن تغيير اتجاه الكره بكره عرضيه وصلت والسلام رائع من رامي فايز. رامي فايز مره اخرى عن طريق محمد الجبري. محمد الجبري في المناطق الدفاعيه. التسرع غير موجود لكن الحلول هي الاخرى غائبه حتى اللحظه. تمريره في الجهه اليمنى مراوغه والكره الى خارج رقعه الميدان تاتي مع رميه تماس. الكره الى خارج رقعه الميدان تاتي مع رميه تماس لصالح نادي قطر. منذ التصويب اللي تابعناه مع انطلاقة المواجهة ومنذ الفرصة الأخطر للكتيبة العربوي في هذه المواجهة لم نتابع نادي العربي على مستوى رقعة الميدان. أي نعم نعاين الأسماء ونعاين الأقدام تسير هنا وهنالك، ولكن الأفضلية بلغة الأقدام لصالح نادي قطر. تصل الكرة دائما على مستوى وسط الميدان. تمريرة في الجهة اليسرى بعيدة الكرة عن رامي فايز والكرة إلى خارج رقعة الميدان. الموسم الماضي مشاهدينا الكرام في الدوري التفوق كان عربوي ذهابا بهدفين مقابل هدف، والتعادل كان سيد الموقف ايابا بالهدف مقابل هدف، دون نسيان بانه التفوق هو عرباوي ايضا في اخر 10 مواسم بين الفريقين ما بين مباريات الكاس ومباريات الدوري. الملك القطراوي حقق الانتصار في 4 مناسبات، وفريق الاحلام كان سيد المباريات في 7 مناسبات، والتعادل كان سيد الموقف في 8 نزالات. كوره بتمريره في الجهه اليسرى، انطلاقه ممكن البحث عن كره عرضيه من هذا المكان عرضيه، ولكن الدفاع يتدخل عن طريق محمد الجبري. كره خطيره ورجب قاسم. رجب قاسم يتدخل ويبعد الكره بدون اي زياده. تصل الكره في الجهه اليمنى لنادي قطر. انطلاقه البحث عن المراوغه، خيار التمرير موجود، كره عرضيه طويله عميقه خلفيه، لكن الدفاع العربوي يتدخل يبعد الكره. متى سنشاهد نادي العربي يهاجم في هذه المواجهه؟ حتى اللحظه يكتفي بالهجمات المرتده ويكتفي من اجل طبعا البحث عن التمريرات الخاطئه من جانب الملك القطراوي في هذه المواجهه. في وسط الميدان عمر احمد يحضر الكره يستلمها بعدما
سلم بعد ما أن سلمها كرة من الجهة اليسرى عن طريق عيسى بلانكي. بلانكي بتمريرة انطلاقة وتمريرة من جانب عمر أحمد. بلانكي يقاتل على الكرة إلى خارج رقعة الميدان. إلى خارج رقعة الميدان تأتي مع ضربة مرمى لصالح نادي العربي ولصالح الحارس لؤي عاشور. العربي والهزيمة في أولى المواجهات أمام أم صلال بهدف لصفر، والخسارة في ثاني الجولات أمام الخريطيات بهدفين مقابل صفر. يعني كلتا المواجهتان الماضيتين طبعا كانتا لمصلحة خصمي نادي العربي، وبالتالي النادي وبالصفر من النقاط على مستوى قاع الترتيب ضمن مباريات المجموعة الأولى. في المقابل نادي قطر والنادي الوحيد اللي تعادل في مناسبتين، تعادل أمام الغرافة بهدف لهدف، وتعادل مع نادي أم صلال بصفر من الأهداف. هناك أندية لم تنازم قط على مستوى المجموعة الأولى. الحديث عن الطحيل، أم صلال، الخريطيات بدون أي هزيمة لكل هذه الأندية على مستوى طبعا المجموعة الأولى، بينما الأرقام التهديفية في هذه البطولة وخاصة في المجموعة الثانية هي أرقام كبيرة وكبيرة جدا. ولعل طبعا الأهداف التي سجلها الرهيب الرياني على مستوى المجموعة الثانية هي الأهداف الأكبر والأكثر على مستوى المسابقة. 14 هدف لنادي على الريان، النادي الذي لم يستقبل سوى هدف وحيد كان في المواجهة الماضية اللي أجريت أمس بين الرهيب الرياني وبين نادي المطانيخ نادي الشحالية. أندية حققت العلامة الكاملة على مستوى المسابقة. الحديث عن الريان والخور بثلاث انتصارات، بقية الأندية كلها يا إما انهزمت يا إما تعثرت بتعادل، وهما طبعا الناديان الوحيدان اللذان لم ينهزما حتى اللحظة في المسابقة، ناديي الريان والخور بدون أي هزيمة إلى جانب الطحيل وأم صلال والخرديات في المجموعة الأولى. تمريرة خاطئة عادت من جديد على مستوى وسط الميدان لصالح نادي العربي، استلام بطريقة رائعة جدا. العربي يتحرك في هذه اللحظات من أجل أن يحرك المياه الراكدة، المياه التي لربما تتحرك في هذه اللحظات من أجل أن نتابع أولى الأهداف في هذه المواجهة. تصل الكرة عن طريق عبد الرحمن منصور، يعيد الكرة لؤي عاشور. لؤي عاشور، علي محمد يحضر الكرة للاعب عبد الرحمن عناد للاعب جاسر يحيى في المنطقة الدفاعية. يحضر الكرة، تصل من جديد على مستوى وسط الميدان، طلب الكرة حاضر، يختار المراوغة، ممكن تمريرة بينية، الفكرة رائعة، انطلاقة من الجهة اليمنى، فرصة خطيرة عربوية في هذه اللحظات، ممكن عرضية رائعة مرت من أمام الجميع لتصل سلسة لينة للمدافع عبد العزيز خالد. الكرة تعود من جديد لصالح نادي العربي، هذه المرة على مستوى وسط الميدان، تغيير اتجاه الكرة، تصل لمن؟ للاعب محمد سالم، الأنشط والأكثر حركية في الجهة اليمنى من جانب نادي العربي. محمد سالم يبحث عن المراوغة، تمرير، التسلل موجود من طارق حامد اللي طلب الكرة في موقف ووضعية غير مناسبة غير ملائمة من أجل تقديم الإضافة الهجومية لنادي العربي. شوف الكرة وشوف العودة من التسلل، واضح جدا للاعب طارق أحمد، وبالتالي ضربة خطأ غير مباشرة لصالح الملك العرباوي، سيكون في تنفيذها محمد الجابري. حاتم المؤدب لا زال ينتظر، طبعا ينتظر بماذا ستجود باقي دقائق هذه الجولة الأولى، ونحن نصل إلى الدقيقة 38، 0-0، التعادل السلبي وسيد الموقف في هذه اللحظات، في انتظار من سيكون رجل المواقف ومن هو اللاعب الذي سيسجل أولى الأهداف في هذه المواجهة. إصابة طبعا اللاعب أمامنا على الصورة، ياسين يعقوب من العناصر الشابة، أيضا عندما أقول الشابة من العناصر التي طبعا هي منضوية تحت لواء النادي الممارس على مستوى دوري قطر غاز في الفئة الأولمبية، وهذا جميل جدا أن نتابع مجموعة من الأندية تعطي الفرصة للاعبين الشباب من خلال هذه المسابقة. بإمكان طبعا الاعتماد على هذه العينة من دوري قطر غاز وأيضا من فئة الشباب، لما لا نتابع هذه الأسماء على مستوى دوري النجوم، لما لا وهذا أكيد سيكون في مصلحة كرة القدم القطرية وفي مصلحة الدوري أيضا ككل. كرة من الجهة اليمنى لصالح الملك القطراوي عن طريق محمد سالم،
محمد سالم يتريت يموه ينطلق يبحث يمرر كرة من أجل اليمنى تعود من جديد محمد سالم يحصل على الكرة يبحث عن تمريرة رائعة البحث عن التمويه والمراوغة ولكن الدفاع يتدخل كرة من جديد في الجهة اليمنى لصالح نادي قطر الفكرة رائعة التمريرة دقيقة وعميقة لكن الدفاع العرباوي يتدخل من جديد تعود في المناطق الدفاعية كرة عرضية طويلة طلب الكرة حاصل ولكن التمويه حاصل والكرة تصل سالة للحارس رجب قاسم رجب قاسم اللي قلت هو الحارس الاحتياطي على اعتبار بأنه الحارس الرسمي هو جاسم رجب قاسم اللي لعب طبعا للعربي وللعبيد الآلاوي ولعب أيضا لنادي المرخية كرة دائما لصالح نادي قطر البحث عن تمريرة والكرة على ما يبدو في طريقها إلى خارج رقعة الميدان تأتي مع رمية تماس لصالح نادي قطر يقول حكم المواجهة رمية تماس نفذ بسرعة 39 دقيقة على بعد 6 دقائق من نهاية مجريات هذه الجولة الأولى والتعادل السلبي لا زال مسيطرا مستسدا على فضاء هذه المواجهة وعلى فضاء استاذ حين بن حمد انطلاقة من أجل اليمنى الكرة لم تغادر بعد يصل إليها يتابعها يناظرها وهي تغادر إلى خارج رقعة الميدان مجهود بدني كبير جدا من طارق حامد وملاحقة ممتازة جدا من جانب المدافع محمد الجابري تعود الكرة من جديد في المناطق الدفاع يحصل عليها عمر أحمد يحضرها للاعب علي سعيد عمر أحمد من جديد عن طريق خالد أحمد تمريرة في الجهة اليسرى علي فايز ينطلق علي فايز يبحث ورامي فايز يبحث عن كرة عرضية لخارج رقعة الميدان تأتي مع رمية تماس الكرة صدت بقدم رامي فايز قبل أن تغادر إلى خارج رقعة الميدان وبالتالي هي رمية تماس لصالح نادي العربية هل تنتهي الجولة الأولى بالتعادل السلبي؟ هذا هو السؤال المطروح تعادل السلبي اللي انتهت طبعا بالجولة الأولى من لقاء مصلال الحيل قبل أن نتابع هدفين في الجولة الثانية هدف أول لسقور برازان وهدف التعادل بقدم الجولياتور المغربي يوسف العربي كرة من الجهة اليمنى تحضر الكرة تمريرة بينية وصلت الكرة بالرأس تعود للمنطقة الدفاعية الضغط والكرة والإبعاد إلى خارج رقعة الميدان من جانب محمد سالم تأتي مع طبعا رمية تماس من الجهة اليمنى سيرجيو باتيسا لا زال يتابع المواجهة وينتظر طبعا أن يتابع أولى الأهداف في هذه المواجهة ومن يحتل المركز العاشر على مستوى دوري النجوم ب 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين و7 هزائم بالمناسبة الفريقان طبعا يتعادلان على مستوى الهزائم 7 هزائم لكل فريق على مستوى دوري النجوم كرة والإبعاد من جانب اللاعب رامي فايز العربي وثامن الدوري ب 15 نقطة من 5 انتصارات وب7 هزائم وبدون أي تعادل هو النادي الوحيد الذي لم يتعادل في الدوري إلى جانب متدين الترتيب نادي الخرديات النادي الذي يعاني على مستوى أسفل الترتيب ب3 نقاط من انتصار وحيد فقط من أصل 12 مواجهة كرة من الجهة اليمنى التسلل غير موجود انطلاقة من جانب محمد سالم يبحث عن تمريرة لكن الدفاع يتدخل من جانب محمد الجابري كرة من الجهة اليسرى تعود من جديد عن طريق عمر أحمد تغيير اتجاه الكرة في الجهة اليمنى نادي قطر يبحث في هذه اللحظات في آخر 3 دقائق من عمرات الجولة الأولى عن أولى الأهداف في هذه المواجهة مع التذكير مشاهدينا الكرام بأننا في ثالث الجولات من كاس كيو اس ال كاس نجوم قطر المسابقة التي تجرى في أيام الفيفا داي والأيام التي تجرى فيها طبعا مباريات الودية لكل المنتخبات العالمية عبر كل القارات الخمسة على طبعا جميع المستويات المنتخب القطري اللي يستعد والآخر لكأس آسيا القادمة هنالك في الإمارات واللي أجرى لقاء ودي قبل أيام أمام المنتخب السويسري وانتصر عليه بهدف للصفر في مدينة لوغانو السويسرية بهدف الزئبقي والجناح الطائر أكرم عفيف نتائج إيجابية أكيد يحققها العناب القطري في المباريات الودية انتصر قبل ذلك على الإكوادور بهدف للصفر على التنين الصيني ب3 أهداف مقابل هدفين على منتخب الفداء الفلسطيني والنازم في العاصمة الأوزبكية تقشند أمام المنتخب الأوزبكي بهدفين مقابل صفر
وبالتالي المباريات الودية أي نعم في بعض البلدان التي تستعد وبعض المنتخبات التي تستعد للمسابقات الآسيوية القادمة والحديث عن القارة الآسيوية المباريات الودية ضد منتخبات مصنفة عالميا الانتصار فيها معناه تحسين الوضعية الترتيبية على مستوى المونديالي. كرة وانطلاقة مراوغة البحث عن تمريرة في الجهة اليسرى ممكن يختار التريت يحضر الكرة يصل إليها ممكن تصويبة من هذا المكان مراوغة رائعة جدا الحكم يقول وجود لركلة جزاء الحكم ترك الامتياز واللاعب يطالب بمخالفة وعبد الرحمن الجاسم كان قريب من الكرة وصلت الكرة في الجهة اليسرى دائما رامي فايس يتريت يحضر الكرة تعود من جديد عن طريق محمد الجابري نلعب آخر دقيقة وبضع ثواني من نهاية الشطر الأول من عمرات المواجهة كرة من الجهة اليمنى انطلاق البحث عن تمريرة والحكم أكيد سيعلن عن مخالفة حكم المواجهة يقول ضربة خطأ من الجهة اليمنى ونحن على مشارف انتهاء الجولة الأولى في دقائقها الرسمية في انتظار طبعا كم سيكون الوقت بدل الضائع شوف الكرة الماضية اللمس طبعا مرة أخرى هو ثنائي بين اللاعبين وبالتالي الحكم صعب جدا أن يعلن عن ركلة جزاء وعن عرقلة في اللقطة الماضية على اعتبار بأنه فعد خلفان والآخر كان وضع طبعا كلتا يديه على المدافع نادي قطر كرة من الجهة اليمنى في تنفيذ علي محمود هل نتابع الأهداف مشاهدينا الكرام ونحن نصل إلى الدقيقة الأخيرة كرة عرضية ممكن راسية الدفاع العرباوي يتدخل الدفاع العرباوي والمتابعة من حراسة المرمى أو من حارس المرمى لؤي عاشور تدخل لتعود الكرة لصالح نادي قطر يمكن القول بأن الملك القطراوي كان الأفضل في الجولة الأولى أمانة كان الأفضل والأميز والأكثر انتشارا والأكثر خطورة في هذه الجولة الأولى كرة عرضية طويلة تعود من جانب الدفاع تستمر الهجمة ولكن نادي العربي هل يتعمد اللعب بهذه الطريقة أم أن هذه إمكانيات اللاعبين على اعتبار بأن النادي يلعب بلاعبين شباب وأراح مجموعة من اللاعبين الوقت الأصلي انتهى وفنا وأصبح من ذكريات الماضي 3 دقائق مشاهدينا الكرام كوقت بدل ضائع من عمرات الجولة الأولى كرة وتمريرة إلى خارج رقعة الميدان قلت هل يتعمد نادي العربي ودخل قبل أن تبدأ هذه المواجهة بأن يلعب بهذا الأسلوب أمام نادي قطر أن يعود للمناطق الخلفية ينتظر يتحين الفرص ويبحث عن هدف أو هدفين من خلال الهجمات المرتدة وأيضا من خلال المهارة الفردية لبعض اللاعبين أم أن نادي قطر هو من فرض هذا الأسلوب على النادي العربي من خلال الضغط المتقدم كرة من الجهة اليسرى انطلاق البحث عن المراوغة المتابعة الدفاعية ورجب قاسم يبعد الكرة ويبعد مع الخطورة إلى خارج رقعة الميدان رمية تماس من الجهة اليسرى 3 دقائق نفذت منها دقيقة لم يتبقى منها سوى دقيقتين وبضع ثواني تنفذ الكرة من الجهة اليسرى لصالح نادي العربي يبدو وواضح جدا بأن هذه الجولة في طريقها إلى الزوال بالتعادل السلبي ننتظر ونعاين ممكن هدف كرة عرضية طويلة تصل سهلة للحارس رجب قاسم تحضر الكرة في الجهة اليمنى دائما لصالح نادي قطر انطلاقة هل نتابع هدف مع نهاية الجولة الأولى ممكن هذا السيناريو محتمل جدا وارد جدا انطلاقة المتابعة الدفاعية من جانب علي محمد والكرة إلى خارج رقعة الميدان مرة أخرى رمية تماس الضغط لا زال مستمرا قائما مسترسلا من جانب عناصر نادي قطر تمريرة تصل في وسط الميدان خالد أحمد تصويبا من هذا المكان بإمكانه أن تأتي بالهدف حكم المواجهة يقول وجود مخالفة هجمة مرتدة واردة للكتيبة العرباوية في الجهة اليسرى انطلاقة ممكن أن نتابع هدف ممكن جدا كرة من الجهة اليسرى تمريرة رائعة جدا فرصة خطيرة والهدف لصالح نادي العربي في هذه اللحظات أنا مذكركم بأنه ممكن أن نتابع هدف والعربي تعمد هذا الأسلوب بحث عن الهجمات المرتدة من هجمة مرتدة واختار التايمينج المناسب الوقت القاتل في آخر ثواني الجولة الأولى شوف الكرة كيف لعبت انطلق توغل حصل على الكرة راوغ جاسر يحيى قبل أن يمر من جسر الدفاع ويصل الكرة إلى الشباك الحارس رجب قاسم بهدف أول نادي العربي بطريقة جميلة جدا نادي العربي وأذكى الأذكياء في هذه المواجهة واللاعب طارق حامد
سجله جاسر يحيى يسجل هدف الانتصار، هدف الفوز، هدف يمكن تسميته بهدف يعني مسروق، هدف مسروق. والسرقة دائما ما أقول هي مشروعة في عالم كرة القدم. حاتم المؤدب ينهي الجولة الأولى بطريقة ذكية. سيرجيو باتيسا رغم الذكاء ورغم طبعا السيطرة ورغم الضغط ورغم طبعا القرب من شباك الحارس لؤي عاشور والتهديد في أكثر من المناسبة والسيطرة على مستوى رقعة الميدان، لكن الهدف جاء من الضفة المقابلة عن طريق اللاعب جاسر يحيى، وبالتالي الجولة الأولى يمكن القول بأنه كانت لنادي قطر على مستوى الاستحواذ لكنها لنادي العربي على مستوى النتيجة. شوف الكرة، هذه الطريقة وهذه الهجمة التي ضاعت من خلالها الكرة، الهجمة كانت لصالح نادي العربي فجأة تحولت لنادي، الهجمة كانت لنادي قطر فجأة تحولت لنادي العربي، وحصل من خلالها نادي العربي على فرصة خطيرة دونها وترجم جاسر يحيى إلى هدف. وبالتالي الجولة الأولى تنتهي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام بين الفريقين بانتصار نادي العربي بهدف للصفر. هدف كان جميل جدا وذكاء كبير جدا من حاتم المؤدب. في انتظار الجولة الثانية بعد ربع ساعة من الآن ننتقل الآن بالصوت والصورة مصطفى محمد مكان اللاعب علي محمد. هل يتمكن نادي العربي من الحفاظ على نتيجة التفوق في الجولة الثانية؟ هو من قبل اللاعب في الجولة الأولى ولم يكن أفضل حالا من نادي قطر على مستوى رقعة الميدان، ولكن في نهاية المطاف النتيجة هي الأهم والغاية. حقق حاتم المؤدب في الجولة الأولى. في انتظار طبعا كيف سيتعامل الأرجنتيني سيرجيو باتيس مع مباريات مع مجريات الجولة الثانية، وهل سنتابع أهداف أخرى؟ وهل يتمكن نادي قطر من العودة في نتيجة هذه المواجهة ويعدل الكفة؟ وهو من قلت طبعا مع انطلاقة المواجهة بأنه معني بالانتصار في هذا اللقاء، إن هو أرى طبعا أن يستغل هذه الجولة ويكون الفريق الأفضل من خلال طبعا الوصول إلى الصدارة ومزاحمة تكون من التحيل ومصلار هنالك على مستوى القمة. في المقابل نادي العربي متدين الترتيب بصفر من النقاط، مباراة العودة، مباراة الكامباك، مباراة الرجوع إلى المنافسة من خلال هذه الجولة ومن خلال مباريات المجموعة الأولى. نفس الأسماء يعتمد عليها سيرجيو باتيسا بدون أي تغييرات. رجب قاسم حراسة المرمى رقم 40، بقية اللاعبين محمد سالم، رامي فايز، محمد الجابري، علي محمد، فضل عمر، عمر أحمد، خالد أحمد، عيسى بلانكي، عبد العزيز خالد، وعلي سعيد رقم 70. نادي العربي بتغيير واحد تابعتموه وعينتموه مع انطلاقة الجولة الثانية. يا علي تصويبة رائعة جدا، بديعة جميلة، لم تترك أي حد للحارس لؤي عاشور. هات الإعادة يا مخرج المباراة، هات شوف الكرة كيف لعبت، أسكن بكل قوة وبكل جبروت وبكل تسلطن في شباك الحارس لؤي عاشور. انطلقت الجولة الثانية بالمتعة، انطلقت الجولة الثانية بالأهداف الجميلة، وهذا هدف جميل، هذا هدف رائع. الله ارتمى إليها، ارتمى إليها لؤي عاشور بكل ما أوتي من قدرات، لكنه لم يصل إليها، لم يصل إليها لأن التصويبة كانت قوية، كانت رائعة جدا من علي محمد اللي يعدل الكفة مع انطلاقة الجولة الثانية ويعيد المواجهة إلى مهدي إلى نقطة اللابداية ونقطة الانطلاقة الآن. وكأن المباراة تنبعث من جديد من جانب نادي قطر بهدف جميل مميز رائع بديع استثنائي سجله علي محمد. قلت بنادي بأن نادي العربي قام بتغيير واحد فقط، دخول اللاعب مصطفى محمد مكان اللاعب علي محمد، وبالتالي في حراسة المرمى لؤي عاشور، عبد الرحمن عناد، محمد سالم، فهد خلفان، أحمد يوسف، عبد الرحمن منصور، جاسر يحيى، ياسين يعقوب، طارق حمد حامد، وحمد محسن إلى جانب اللاعب مصطفى محمد. هذه الأسماء وهذه التركيبة البشرية التي تبدأ الجولة الثانية. هنا تصويب نادي قطر يبدأ بقوة. الملك القطراوي يريد أن يعود إلى عرش الأهداف وعرش الانتصارات. تصويبة أخرى هذه المرة من جانب اللاعب عمر أحمد، لكنها مرت محادية لمرمى الحارس لؤي عاشور. الآن نادي العربي يحس بالخطر، يتحسس الخطر. الجولة الأولى
الأولى أي نعم قلت بأن حاتم المهذب ولاعب نادي العربي تعامل معه بشكل ذكي جدا بالكثير من الداء وبالكثير من المكر على مستوى ربعة الميدان. دافعوا نعم لم يهاجموا نعم لكنهم سجلوا مع نهاية الجولة الأولى، ولكن هذا السيناريو قد يغير المعطيات بالنسبة لنادي العربي. هدف مبكر من جانب اللاعب علي محمد. علي ننتظر رقعة الميدان وبماذا ستجود، وننتظر لغة الأقدام لمن ستكون الأفضلية في الجولة الثانية. خمس دقائق نارية للملك القطراوي، وهذه إعادة التصويب الرائعة جدا الصاروخية من جانب اللاعب علي محمد في شباك لؤي عاشور. ضربة خطأ لصالح نادي قطر، تنفذ الكرة تصل في المناطق الدفاعية. هدف لهدف مشاهدينا الكرام، تاريخيا في تاريخ المواجهات بين الفريقين، وأنا من ذكرت بأنهما لم يتواجها سوى في مناسبتين، ولا مواجهة أكيد من كلا المناسبتين انتهت بالتعادل. العرب انتصر موسم 2009-2010 بثلاثية، وانتصر موسم 2012-2013 بثلاث أهداف مقابل هدفين، وبالتالي الأفضلية لنادي العربي في انتظار المواجهة. هل تتكرر الأفضلية ولا حقية من جديد، أم أن نادي قطر يريد أن يحقق انتصار يسير به نحو الصدارة، لأن الوضعية مغايرة مخالفة لباقي وسالف الوضعيات. كرة من الجهة اليمنى لصالح نادي قطر، تعود الكرة من الجهة اليمنى، عرضية طويلة من الكابتن فضل عمر، والكرة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي مع ضربة مرمى للحارس لؤي عاشور. حارس شاب مهم جدا طبعا أن يخوض مثل هكذا مباريات، يعلم جدا حاتم المهذب هذا الامر، وهو من قاد النادي العربي تحت 23 سنه الموسم الماضي الى وصافه الدوري خلف نادي التحيل بقياده الماجيك مجيد بوغره في موسم استثنائي للكتيبه العربويه. الاداره وثقت جيدا في حاتم المهذب، لذلك ينبغي على هذا المدرب ان يكون محل الثقه، وهو من حقق طبعا انتصار في الجوله الماضيه في اخر جولاته على مستوى دوري النجوم على حساب نادي بهدف اللاعب محمد صلاح النيل. هدف للصفر، وبالتالي العربي الثامن الترتيب ب15 نقطة مناصفة مع نادي يوم صلال. يحتاج إلى انتصارات أخرى لكي ينعتق ويخرج من عمق الزجاجة على مستوى المنطقة الدفاعية. كرة من الجهة اليمنى، فرصة بتمريرة رائعة، والدفاع يتدخل. فرصة وتمريرة رائعة جدا ومجهود استثنائي من عبد العزيز خالد، لكن الدفاع تدخل في اللقطة الماضية. شوف الكرة كيف لعبت، هجمة رائعة جدا، خدوات باف 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 وصلت، لكن الدفاع يتدخل وابعد الكرة الى خارج رقعة الميدان. ركنية الان لصالح نادي قطر في تنفيذ علي محمد. علي محمد راسية، والدفاع يتدخل مرة اخرى ويبعد الله الكرة. استغرب كيف يلعب نادي العربي بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة وبهذه المنهجية خاصة في الجولة الاولى، ولكن سيناريو الجولة الاولى هل سنتابعه في الجولة الثانية؟ هذا هو السؤال المطروح. هل يكتفي نادي العربي بالدفاع ويعتمد على الهجمات المرتدة، وهل يضيع نادي قطر الفرص التي ضيعها في الجولة الأولى وبالتالي يتيح الفرصة لنادي العربي من أجل تسجيل أهداف أخرى؟ الهدف اللي تبعناه من قدم علي محمد بإمكانه أن يغير مسارات المواجهة. هنا كرة وتمريرة بينية رائعة، لكن التكتل الدفاعي، ست لاعبين ست مدافعين أمام مهاجم واحد. وصلت الكرة من الجهة اليمنى لصالح نادي قطر عن طريق فضل عمر. فضل عمر يمرر تمريرة، يصل إليها، يستلمها، يحضرها في وسط الميدان. البحث عن تمريرة في الجهة اليسرى رائعة جدا، الكرة تصل بالرجل اليسرى، تحضر الكرة بينية انطلاقة، ولكن المتابعة الدفاعية حاضرة، المتابعة الدفاعية حاضرة من جانب البديل مصطفى محمد. كرة خطيرة، فرصة جول على كرة ضاعت للملك القطراوي. من جانب علي سعيد، ماذا ضيعت يا علي؟ كرة رائعة جدا، تمريرة رائعة جدا في الجهة اليسرى، الملامح بادية وواضحة، والملامح تتحدث بدلا طبعا على اللسان سيرجيو باتيسا. شوف الكرة كيف لعبت، لم تكن بعيدة ولم تمر بعيدة ولم تكن أيضا صعبة على اللاعب علي سعيد. علي سعيد يضيع فرصة خطيرة للملك القطراوي في الجولة الثانية في حدود الدقيقة الثانية والخمسين. بإمكانك أن تندم يا علي سعيد. حسب سيناريو الجولة الأولى
يعني سيناريو النادى موارد جدا. كرة وتمريرة في الجهة اليمنى انطلاقة، المتابعة من جانب محمد سالم، محمد سالم ضاعت منه الكرة، يستصل رامي فايز، رامي فايز صديع من جديد، والحكم يقول هي ضربة خطأ. حكم المواجهة يقول هي ضربة خطأ لصالح نادي قطر. نفذت الكرة من الجهة اليسرى. 54 دقيقة، 10 دقائق حتى اللحظة من انطلاقة الجولة الثانية. هدف للصفر بلغة الأهداف في الجولة الثانية، والتعادل بهدف مقابل هدف بالنظر طبعا إلى كل دقائق الماضية. تصل الكرة في المنطقة الدفاعية عن طريق منع محمد سالم. محمد سالم يعيد الكرة في وسط الميدان دائما لصالح نادي قطر. محمد سالم، محمد سالم لمن؟ للاعب محمد الجابري. محمد سالم من جديد يحضر الكرة، تصل في اتجاه علي محمد. علي محمد يحصل على ضربة خطأ. علي محمد يحصل على ضربة خطأ على مستوى وسط ميدان لصالح نادي قطر. الملك القطراوي الذي يطمح إلى تكرار إنجاز 2014 لما توج بالبطولة على حساب الزعيم السداوي في نسخة كانت مميزة للكتيبة القطراوية آنذاك. بطولة حققها النادي بدون أي هزيمة، لم ينازم ولا مباراة في طبعا موسم حقق من خلاله اللقب موسم 2013-2014. وصلت الكرة من جديد على مستوى وسط الميدان، ضاعت، تعود من جديد قطراوية البحث عن تمريرها، تصل الكرة، ممكن الآن الخطورة، لكن الدفاع، الدفاع يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. نادي قطر الذي طبعا يخوض اليوم المباراة الثالثة على مستوى هذه المسابقة في هذا الموسم في كأس نجوم قطر، كأس كيو اس ال، وهي المواجهة الثانية والثلاثين تاريخية لنادي قطر اللي حقق طبعا الانتصار في 14 مناسبة وتعادل في 8 مناسبات باحتساب طبعا التعادلين السالفين أمام كل من الغرافة ومصلاة للجانب الهزيمة طبعا في 10 مناسبات. الآن الأجواء تتوتر، الأجواء الساخنة بين اللاعبين. شوف الكرة الماضية، التدخل في حق اللاعب علي محمد. علي محمد لم يرق التدخل الماضي وتدخل في حق مدافع نادي العربي. حكم المواجهة تدخل طبعا من أجل أن يحتوي هذه الأجواء وطبعا ينظر شفهيا اللاعبين من أجل طبعا أن تعود المباراة إلى مسارها الحقيقي، مسار الهجمات ومسار المتعة على مستوى رقعة الميدان. حكم المواجهة يوقف اللقاء في انتظار طبعا لمن سيعيد الكرة ولمن ستكون الكرة. على ما يبدو الكرة هي في حوزة نادي قطر وفي حوزة سيرجيو باتيس. عليهم من الجهة اليمنى تأتي ضربة خطأ لصالح نادي قطر، سيكون في تنفيذ عبد العزيز خالد. نادي قطر يذكر مشاهدينا الكرام حتى اللحظة بدون أي تغيير، نفس الأسماء التي انطلقت مع بداية المواجهة نتابعها الآن على مستوى رقعة الميدان. والعربي بتغيير واحد حتى اللحظة. تصل الكرة في المنطقة الدفاعية، كرة عرضية في الجهة اليمنى، تصل وتعود من جانب محمد محسن، في الجهة اليسرى تعود من جانب الدفاع لتصل للاعب محمد سالم. محمد سالم، رجب قاسم، رجب قاسم، رجب قاسم يرسل كرة عرضية طويلة، تصل، تعود من جديد من جانب الدفاع، دفاع نادي قطر ودفاع نادي العربي، دفاع صلب، دفاع متماسك حتى اللحظة. كرة من الجهة اليسرى قطراوية عن طريق بن رامي فايز، يعيد كرة، إمكانية الكرة العرضية من هذا المكان، عرضية طويلة إلى خارج رقعة الميدان، إلى خارج رقعة الميدان، تأتي مع ضربة مرمى لصالح نادي العربي ولصالح لؤي عاشور. شوف الكرة كيف لعبت، كانت دائرية ملولبة ولكنها كانت بعيدة، تعال وتتبوى الأخشاب إلى خارج رقعة الميدان وضربة مرمى لصالح نادي العربي. ننتظر طبعا إتاحة الفرصة للاعبين الشباب، هنالك أكثر من عنصر، ولكن الذي أتمنى طبعا أن أراه هو حمدي آدم اللاعب الشاب في هذه المواجهة. تصل الكرة دائما في وسط الميدان لصالح نادي قطر، تمريره في الجهه اليسرى، وصلت الكره، مراوغه بطريقه رائعه، تمويه بطريقه اجود، والكره الى خارج رقعه الميدان، تاتي مع رميه تماس، رميه تماس من الجهه اليمنى. تحدثت عن ارقام نادي قطر واللي قلت طبعا يخوض المواجهه الثانيه والثلاثين تاريخيا، وذكرت بانه حقق 14 انتصارا سالفا على مدار المشاركات الماضيه، وهو النادي الذي لم تغب شمسه على هذه البطوله الى جانب نادي العربي. كلا
الناديين طبعا شاركا في المسابقة الماضية. بينما هناك كرة خطيرة والدفاع يتدخل والحكم ماذا يقول؟ الحكم ماذا يقول؟ الأعلن عن ركلة جزاء، الأعلن عن ركلة جزاء في الكرة الماضية. على ما يبدو المدافع اتجه صوب الكرة في انتظار الإعادة. هذا الخطأ الفادح، استئصال الكرة والانطلاقة. محمد سالم كان بطيء جدا، التدخل بهذه الطريقة، لمس الكرة، لمس قدم المدافع يعني في نهاية المطاف. حكم المواجهة أعلن عن ركلة جزاء، العرقلة كانت حاضرة حتى بعد لمس الكرة، وبالتالي الحكم كان قريب من الكرة يعلن عن ركلة جزاء لصالح نادي العربي. وسط طبعا احتجاج وتذمر من جانب المدرب الأرجنتيني سيرجيو باتيسا أمامنا على الصورة، وإصابة المواجه من نادي العربي. شوف الكرة بهذه الطريقة، انطلق راوغت وغلى والدفاع تدخل في اللقطة الماضية. كان بطيء جدا محمد سالم، غامر في المراوغة وارتكب الخطأ، ولا زال طبعا في حديث مع الحكم عبد الرحمن سالم أو عبد الرحمن الجاسم، يقول له أنا اتجهت صوب الكرة، أنا لم أكن أقصد طبعا أن ألمس الكرة، وأنا قطعت الكرة قبل أن أحتك بالقدم المدافع، ولكن في نهاية المطاف الحكم أعلن عن ركلة جزاء. حتى سيرجيو باتيسا أمامنا على الصورة، في صورة طبعا من طرف مخرج المواجهة، يحتج على قرار الحكم وحاتم المؤدب. سعيد جدا بهذا السيناريو وسعيد جدا بهذا القرار نادي العربي بعدما أنهى الجولة الأولى متقدما، ولربما يحضر الفيديو ويحضر الفار من جديد ما دامت التكنولوجيا حاضرة. هكذا يقول سيرجيو باتيسا، وعبد الرحمن الجاسم يتجه إلى تقنية الفيديو لربما يغير القرار في انتظار طبعا القرار النهائي. هذه الإعادة بهذه الطريقة راوغة، عملية القطع كانت حاضرة، لمس الكرة كان حاضر من جانب المدافع، ولكن عملية العرقلة أيضا كانت حاضرة بعد ذلك. ننتظر، أعتقد بأنه ممكن تغيير القرار من طرف حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم. يتجه الآن إلى تقنية الفيديو في حديث طبعا مع حكام الفيديو من أجل متابعة الإعادة، ومن أجل أن تكون النظرة أكثر دقة وأكثر قربا وأكثر وضوحا. وسيرجيو باتيسا أكيد يتمنى ويمني الناس في أن يتغير القرار، في أن يتغير القرار من طرف الفار. هذه الإعادة، هذه الإعادة بهذه الطريقة طبعا. حكم المواجهة يتابع الإعادة وينتظر طبعا القرار النهائي من طرف حكم اللقاء. اللاعبون ينتظرون، المدربين ينتظران طبعا، الجماهير أيضا تنتظر، عشاق الناديين ينتظرون طبعا، الكل ينتظر. وننتظر حكم المواجهة. الفيديو يقول يا ركنية، الفيديو يقول يا ركنية. نعم عبد الرحمن الجاسم شاهد وعاين اللقطة، وسيرجيو باتيسا في إشارة بأنه كان واضح القرار، وبأنه كان متأكد من أنه الكرة لم تكن فيها ركلة جزاء، والصورة لم تكن فيها عرقلة. وحاتم المؤدب أكيد لا يستسيغ هذا القرار وغير راضي على هذا السيناريو، بعدما كان قريب جدا نادي العربي من تسجيل ثاني الأهداف من خلال طبعا ركلة جزاء. حكم المواجهة يغير القرار إلى ركنية، هل يتغير مع هذا القرار مسار واتجاهات المواجهة؟ ننتظر ونعاين. ركنية عربوية من الجهة اليسرى، ركنية وحديث مرة أخرى بين حكم المواجهة. المواجهة تتوقف في أكثر من مناسبة، ماذا يقول حكم المواجهة السيد عبد الرحمن الجاسم؟ لربما يعلن عن ضربة مرمى، يعلن عن ضربة مرمى وضربة خطأ، ويعيد الكرة لنادي قطر. هذه الإعادة مرة أخرى من طرف مخرج المباراة، يعني اتجه صوب الكرة، قطع الكرة أولا قبل عملية الالتحام. على أي حكم المواجهة، عاد الكرة لنادي قطر وهجمة من الجهة اليسرى، تلعب الكرة تعود من جانب الدفاع عن طريق من عبد الرحمن عنات. عبد الرحمن عنات، هذا التوقف ليس من مصلحة المواجهة، ولكنه توقف اضطراري بالنظر طبعا إلى وضعية الكرة الماضية. تصل الكرة من الجهة اليمنى عن طريق من؟ عن طريق عبد الرحمن منصور. منصور يرسل كرة عرضية طويلة، والمتابعة الدفاعية، لكن إعادة الكرة للحارس رجب قاسم. آخر 27 دقيقة من نهاية مشريات هذه المواجهة. تصل الكرة في وسط الميدان، تمريرة بينية عادت من جديد، تحضر الكرة بطريقة رائعة جدا، طلب الكرة من طرف فايز. فايز يطلب الكرة من الجهة اليسرى، تصل لرامي، رامي ليرمي بالكرة، ليرمي بالكرة، يختار التحضير من جديد على مستوى وسط
ميدان تصل لمن للاعب محمد سالم. محمد سالم يحضر الكرة لعبد العزيز خالد. خالد يرسل كرة عرضية طويلة والكرة تصل سالة للحارس لؤي عاشور. الكرة تصل سالة للحارس لؤي عاشور. قلت بأن نادي قطر دائما الحضور طبعا على مستوى المسابقة. وعلى ما يبدو سيكون تغيير من جانب نادي العربي. فرانشيسكو فارياس يسعد للدخول في هذه اللحظات. كرة من فايز، رامي فايز في وسط الميدان، تمريره ممكن، يختار تحضير الكره في وسط الميدان دائما. تصل الكره في اتجاه علي محمد. علي محمد للاعب فضل عمر. فضل عمر بتمريره بينيه رائعه لكن المتابعه الدفاعيه حاضره. ياسين يعقوب يحضر الكره في الجهه اليمنى، المتابعه من جانب جاسر يحيى. مسجل هدف الاول لنادي العربي والهدف الوحيد. مراوغه من جاسر والدفاع حاضر عن طريق محمد الجابري. رميه التماس، المتابع تغيير في هذه اللحظات بعد خروج الكرة. التغيير سيتم في هذه اللحظات. فرانشيسكو فارياس يدخل مكان من عبد الرحمن منصور كتغيير ثاني من جانب المدرب حاتم المؤدب. دخول البرازيلي اللاعب القادم من الدوري البرازيلي دوري سيليساو، واللاعب اللي لعب أيضا لنادي جيجو يونايتد على كوري الجنوبي. يدخل في هذه اللحظات فرانشيسكو فارياس مكان اللاعب عبد الرحمن منصور كتغيير ثاني لنادي العربي والتغيير الثاني في هذه المواجهة ككل. كرة من الجهة اليمنى، هل سيقدم البرازيلي الإضافة لنادي العربي؟ ننتظر ونعاين. كرة عرضية تحضر من الجهة اليمنى، طلب الكرة ينبغي أن يكون، يختار المراوغة، يختار التريج، يعيد الكرة من جديد عن طريق من علي محمد. علي محمد يحضر الكرة في وسط الميدان، استلام بشكل جيد من جانب خالد أحمد. خالد أحمد يحضر الكرة. نادي قطر لا زال يبحث عن ثاني الأهداف في هذه المواجهة بعد هدف اللاعب علي محمد، الهدف الأجمل ولا أجود حتى اللحظة في اللقاء. كرة عرضية وطلب الكرة من جانب اللاعب رقم 23 فرانشيسكو فارياس البرازيلي، لكن الدفاع أولى للكرة الماضية. تصل من جديد عن طريق من عبد العزيز خالد. عبد العزيز خالد لعلي محمد. علي محمد في الجهة اليمنى يحافظ على الكرة، يحضر الكرة. عبد العزيز خالد ينطلق، يمر عبد العزيز، يمرر الكرة والدفاع، يمرر الكرة والدفاع، يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان، يبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. تأتي مع ركنية لصالح نادي قطر. شوف الكرة كيف لعبت، الفكرة كانت رائعة جميلة والكرة إلى خارج رقعة الميدان. تمرر وتنفذ الركنية، تعود بالرأس من جانب الدفاع، فرصة للتصويب من هذا المكان بالكعب، ولكن الدفاع في المتابعة. الدفاع في المتابعة من جانب نادي العربي، الفريق الذي لم تغب شمسه عن بطولات كاس كيو اس ال منذ انطلاقتها موسم 2009-2010. النادي الذي يخوض لقاءه 35 تاريخيا. كره من الجهه اليمنى تعود من جديد عن طريق من؟ عن طريق اللاعب علي محمد. علي محمد يبحث عن كره عرضيه عادت من جانب الدفاع. عبد العزيز خالد، عبد العزيز خالد يحاول ان يمر ولكن الدفاع يتدخل عن طريق اللاعب جاسر يحيى. جاسر يحيى يتدخل والكرة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي مع رمية التماس. هذا هو سيرجيو باتيسا 56 سنة، اللاعب والنجم الدولي السابق عبر مدينة بوينيس آيرس الأرجنتينية. 484 مباراة كلاعب مع مختلف الأندية، 39 مواجهة مع التانغو الأرجنتيني. أول تجربة تدريبية طبعا لباتيسا كانت له مع نادي بيلا بيسا الأرجنتيني. تصل الكرة دائما على مستوى وسط الميدان لصالح ناصر نادي العربي. كرة عرضية، طلب الكرة، انطلاقة، المتابعة الهجومية حاضرة، ممكن تمريرة، انطلاقة من الجهة اليمنى، فرصة خطيرة عربوية. جاسر يحيى، جاسر يحيى يبحث عن كرة عرضية، الدفاع يتدخل، كرة راسية والإبعاد يتم على مرتين. العربي يهدد في هذه اللحظات ونادي قطر لا زال مستمرا في اسلوبه وناجي من خلال الاعتماد على الضغط والاعتماد والبحث عن هدف ثاني في هذه المواجهة. تصل الكرة دائما قطروية، تمرير البحث عن الجهة اليمنى، إعادة الكرة في وسط الميدان.
يطلب علي محمد، يصل إلى علي محمد، يبحث عن كرة عرضية طويلة ممكنة، الرأسية، الرأسية من علي سعيد، والكرة إلى خارج رقعة الميدان. قلت بأن النادي العربي يخوض اليوم مواجهة رقم 35 تاريخيا في هذه المسابقة. نادي دائما حضور على مدار النسخ الماضية، والنادي طبعا اللي حقق 16 انتصارا تاريخيا في مسابقة كاس كيو اس ايل، 7 تعادلات إلى جانب طبعا 11 هزيمة، طبعا باحتساب الهزيمتين الأوليتين أمام كل من أم صلال ونادي الخرطيات في ثاني الجولات. كرة تنفذ عرضية طويلة تعود من جديد، تمريرة في الجهة اليمنى، انطلاقة ولا متابعة ولا الدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل لتعود الكرة دائما في الجهة اليسرى لصالح نادي قطر. البحث عن تمريرة في وسط الميدان في الجهة اليسرى دائما، تعود الكرة محمد الجابري، محمد الجابري يرسل كرة عرضية طويلة تصل في الجهة اليمنى دائما لصالح نادي قطر عن طريق علي محمد. عرضية طويلة لكن الكرة على ما يبدو تصل إلى خارج رقعة الميدان، تأتي مع ضربة مرمى لصالح النادي العربي. نصل مشاهدينا الكرام إلى الدقيقة 70 من عمرات المواجهة، هدف لهدف بين حاتم المؤدب وسيرجيو باتيس، بين المدرب التونسي والأرجنتيني الخبير، اللي قلت أيضا بأنه درب منتخب الأرجنتين، قاد منتخب الأرجنتين في تصفيات مونديال البرازيل 2014 وبالضبط في موسم 2010-2011، لكن التجربة كانت قصيرة مع المنتخب التانجو الأرجنتيني. كرة من جديد على مستوى وسط الميدان، راسية حاضرة تعود من جديد لصالح نادي قطر في وسط الميدان لاستلام من فضل عمر، فضل عمر ضاعت منه الكرة، تعود من جديد قطروية، انطلاقة ممكن، تمريرة بينية، نادي قطر يقترب في هذه اللحظات، يترك الكرة والفكرة كانت رائعة، كرة وتمريرة لكن الكرة غير دقيقة، الكرة لم تكن مدققة كفاية من جانب علي محمد، ولكن الجميل هو التناسق بين علي سعيد وعلي محمد، ترك له الكرة لأنه أدرك بأنه عائد من موقف متسلل، وهذا لا يفعله إلا المهاجمين الكبار. تعود الكرة من جديد لصالح نادي قطر، تمريرة في الجهة اليمنى، علي محمد، علي محمد، علي محمد يحضر كرة كانت قوية، كانت قوية لكنها وصلت لرامي فايز، رامي فايز بكرة عرضية، فرصة خطيرة ما زالت قائمة، نادي قطر يضغط في هذه اللحظات، تصويبة، تصويبة على مرتين، فرصة خطيرة في اللقطة الماضية للملك القطراوي، علي محمد حاول بتصويبة رائعة جدا، شوف الكرة كيف لعبت، صوبت على مرتين، عادت وتصويبة رائعة جدا من جانب اللاعب عمر أحمد، عمر أحمد كان بإمكانه أن يسكن الكرة في الشباك، لم تكن بعيدة، لم تكن بعيدة، لم تكن بعيدة عن شباك الحارس لؤي عاشور وحادت القائمة الأيمن. تغيير الآن من جانب نادي العربي، العربي بتغييرات مسلسلة، دخول اللاعب رقم 7 أحمد صالح في هذه اللحظات، يدخل مكان طارق حامد في المقابل المدرب سيرجيو باتيسا، لا زال يثق في الأسماء المتواجدة على مستوى رقعة الميدان بدون أي تغيير نادي قطر، وثلاث تغييرات لحاتم المؤدب يصلح ما يمكن إصلاحه من أجل أن نتابع هدف ثاني من جانب الكتيبة العربوية. ننتظر ونعاين، 72 دقيقة، كرة من الجهة اليمنى تعود من جديد لصالح نادي قطر، استلام بشكل جيد في وسط الميدان، تمريرة يختار التريوت، يعيد الكرة اللاعب عبد العزيز خالد من جديد في المناطق الدفاعية لنادي قطر. رتم المباراة وإيقاع ينزل طبعا في هذه اللحظات، ينخفض في هذه الدقائق بالذات في انتظار طبعا أن نتابع هدف بإمكانه أن يرفع من إيقاعة المواجهة. تسلل طبعا، عودة من التسلل من جانب المهاجم القطراوي من جانب العميد فضل عمر،
سيرجيو باتيسا يراقب يناظر رقعة الميدان ويبحث طبعا عن الثغرة التي بإمكان أن يستغلها لاعب نادي قطر ويصل للمرة الثانية. كرة من الجهة اليمنى ممكن عرضية طويلة، الدفاع يتدخل في ظل هذا السيناريو، كل فريق بإمكانه أن يسجل في ظل طبعا هذا السيناريو وهذا الأسلوب وهذا الإيقاع، كل فريق بإمكانه أن يصل ويسجل ويسعد الأنصار. كرة من الجهة اليمنى ممكن عرضية من هذا المكان، تصويبة قوية، رجب قاسم يتصدى لتصويبة كانت رائعة جدا. فرانشيسكو فارياس، القدم البرازيلية كادت أن تصنع الفارق، شوف التصويبة الرائعة، ورجب قاسم تدخل وبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. كان بإمكاننا أن نتابع ثاني الأهداف، وكان بإمكان الكرة أن تحضر أمام اللاعب فهد خلفان، لكن الدفاع تدخل وبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان لتأتي مع ركنية من جديد لصالح نادي العربي. ركنية عرضية طويلة راسية، جول! ضاعت الكرة وغادرت برمتها إلى خارج رقعة الميدان. هل تحتاج هذه الكرة إلى الفار؟ حكم المواجهة كان طبعا أعلن عن ضربة مرمى. شوف الكرة كيف لعبت، هل دخلت الكرة؟ لا، لم تدخل. رجب قاسم كان في المكان المناسب وتصدى للكرة الماضية، وهل كانت هنالك لمسة يد قبل ذلك من جانب اللاعب أحمد صالح؟ على أين حكم المواجهة أعلن عن ضربة مرمى. تستمر الكرة، نادي العربي يقترب في هذه اللحظات بعد دخول البرازيلي، تغيرت المجريات. كرة من الجهة اليمنى ممكن بتمريرة بينية تصويبها، والكرة بين يدي رجب قاسم. تحس بأن نادي العربي يريد أن يسجل في هذه اللحظات، يعلم بأن الدقائق الحاسمة في آخر ربع ساعة، ويريد أن يسجل هدف الانتصار، هدف الحسم في هذه الدقائق بالذات، يريد أن يحقق أولى انتصاراته على مستوى المجموعة الثانية. يصل إليها رامي فايز، يحضر الكرة، تعود من جديد على مستوى وسط الميدان لمن؟ للاعب محمد سالم عبد العزيز. خالد يرسل كرة عرضية طويلة، الدفاع يتدخل، تستمر الكرة قطراوية، نتابع هدف في هذه اللحظات. المتابعة من عبد العزيز، خالد يتابع الكرة، يحصل على ضربة خطأ. يقول خالد خلف المساعد الأول في هذه المواجهة، شوف الكرة الماضية بهذه الطريقة، والعرقلة كانت بهذه الصورة، وبالتالي الحكم كان قريب من الكرة. أعلن عن ضربة خطأ لصالح نادي قطر، حصل عليه عبد العزيز خالد، وسيكون في تنفيذ علي محمد دائما من الجهة اليمنى. الملك بخطأ رابع في هذه المواجهة، كرة عرضية راسية، كرة خطيرة جدا، كرة خطيرة جدا، ولؤي عاشور في المكان المناسب. نصل إلى الدقيقة 76، آخر 14 دقيقة من عمر هذه المواجهة. التعادل إن حقق سيكون هو الأول من نوعه لنادي العربي، وهو الثالث من نوعه لنادي قطر. كرة وتمريرة في الجهة اليسرى، انطلاقة، فرصة خطيرة، والكرة تصل سالة للحارس رجب قاسم. شوف الإعادة الماضية، الراسية اللي كانت حاضرة بهذه الطريقة، والتدخل اللي كان رائع جدا من رجب. كرة من الجهة اليسرى، نادي العربي يقترب في هذه اللحظات، فريق الأحلام من أجل حلم الهدف الثاني، والدفاع يتدخل، والكرة إلى خارج رقعة الميدان. تأتي مع رمية التماس، تنفذ الكرة بسرعة لتعود من جديد لصالح نادي العربي. أحمد يوسف يحضر الكرة في الجهة اليمنى، ممكن عرضية من هذا المكان، ياسين يعقوب، تعود من جديد عن طريق جاسر يحيى، مسجل هدف الوحيد لنادي العربي من جديد بتمريرة بينية لم تصل إلى البرازيلي. وصلت دائما قطراوية، البحث عن تمريرة في الجهة اليمنى، يختار إعادة الكرة، ممكن تمريرة، ولكن الدفاع عن طريق حمد محسن. مرة أخرى قطراوية في الجهة اليسرى، طلب الكرة، حاصل، هل يأتي الهدف في هذه اللحظات؟ هل تأتي الخطورة في هذه اللحظات بالذات؟ كرة من الجهة اليسرى، عادت من جديد تمريرة، لكن الدفاع يتدخل لتستمر الكرة دائما قطراوية. رامي فايس يمرر كرة عرضية، الهدف الثاني للملك القطراوي في هذه اللحظات. كرة
سيرجيو باتيس بائت الملامح، لم يصدق كيف دخلت الكرة إلى الشباك. شوف الكرة كيف لعبت في اللقطة الماضية، حضرت بهذه الطريقة على الطائر، على الطائر، لمسة رائعة جدا بديعة الكرة الماضية، اللمسة ولوب جميل جدا، وكرة ومتابعة كانت حاضرة بطريقة رائعة جدا. هل هو عيسى برانكي من سجل؟ نعم عيسى برانكي، عيسى برانكي يسجل ثاني الأهداف للملك القطراوي بطريقة رائعة جدا في شباك الحارس لؤي عاشور. سعادة الأنصار وفرحة العشاق على مستوى المدرجات وأكيد على مستوى الشاشات عبر قنوات الكاس. هدف ثاني جميل جدا من عيسى برانكي للملك القطراوي. نادي العربي كان خطير جدا في اللحظات الماضية. البرازيلي من أجل العودة من أجل الكامباك يحاول فرانشيسكو فارياس، عادت من جديد في الجهة اليسرى دائما لصالح نادي العربي. تحضر الكرة، خيار إعادة الكرة لمن؟ للاعب أحمد يوسف. أحمد يوسف لمن؟ للاعب رقم 4 عبد الرحمن عنات أو للاعب البديل مصطفى محمد. تغيير اتجاه الكرة، وصلت لفارياس بعيدا عن فارياس إلى خارج رقعة الميدان. 28 سنة لهذا البرازيلي و 38 سنة لهذا المدرب التونسي حاتم المهدب. الآن سيناريو تسجيل هدف التعادل يبقى هو الغاية طبعا الأبرز في هذه اللحظات من جانب نادي العربي. في المقابل نادي قطر سيطمح إلى تسجيل هدف ثالث من أجل القضاء كليا أو جليا بين قوسين على أمان نادي العربي في هذه المواجهة. هدف ثالث كان رائع جدا في هذا اللقاء، والثاني من جانب اللاعب عيسى بلانكي، لكن التمريرة أيضا كانت رائعة وكانت أجمل بكثير من جمالية الهدف. تصل الكرة من رجب قاسم، يحضر الكرة لعمر أحمد، عمر أحمد في الجهة اليسرى، استلام بطريقة رائعة جدا، خالد أحمد يصل إلى الكرة، يرسل الكرة لفايز، تمريرة في الجهة اليسرى، الكرة لم تغادر بعد، الضغط الهجومي والمتابعة الدفاعية، نادي قطر من أجل ثالث الأهداف، والكتيبة العربوية من أجل طموح هدف التعادل، هدف العودة، هدف تفادي الهزيمة الثالثة على مستوى هذه المسابقة. الهزيمة الثالثة وسيكون هو النادي الذي ينهزم في ثلاث جولات إلى جانب نادي الشحانية على مستوى المجموعة الثانية، المجموعة التي يتصدرها آنيا نادي الريان بتسع نقاط مناصفة مع نادي الخور، بينما السد بأربع نقاط، الأهلي بثلاث نقاط، السيلية بنقطة واحدة، والشحانية متدينة للترتيب بصفر من النقاط. سيرجيو باتيس سيقدم التعليمات للاعبي، يعلم بأننا دخلنا في دقائق الانعراج، دقائق المنعرج الأخير. كرة عرضية رائعة جدا، رائعة جدا، ضربة المقص الرائعة في اللقطة الماضية من جانب علي سعيد. لو وضعت هذه الكرة في الشباك، شوف الكرة بهذه الطريقة، رائعة جدا، لكن كانت بعيدة عن مرمى الحارس لؤي عاشور. فرصة كان بإمكاننا أن نتابع من خلالها الثالث الأهداف للملك القطراوي. تعود الكرة في وسط الميدان دائما لصالح نادي العربي، البحث عن المراوغة من جانب اللاعب فهد خلفان، ضاعت منه الكرة، تعود من جديد إلى خارج رقعة الميدان. الحكم يقول يا رمية التماس، الحكم يقول يا رمية التماس لنادي العربي. فهد خلفان يقاتل، يعود لوسط الميدان من أجل استئصال الكرات ومن أجل بناء الهجمات ومن أجل إتاحة الفرص لنادي العربي لتسجيل ثاني الأهداف. كرة عرضية طويلة، المتابعة الدفاعية، تعود من جديد في وسط الميدان، صراع كبير جدا، الكرة في الجهة اليمنى، المتابعة، الانطلاقة رائعة جدا، البحث ممكن عن عرضية من هذا المكان، مراوغة جميلة، المرور، لكن التدخل الدفاعي من جانب اللاعب رامي فايز. أمانة رامي فايز على مستوى الجهة اليسرى لاعب مميز جدا، لاعب أقول من بين الركائز الأساسية لنادي قطر سواء في كاس كيوسين أو أيضا على مستوى دوري النجوم. البرازيلي يحصل على الكرة ويحصل على المخالفة، مجهود كبير جدا من فرانشيسكو فارياس، لاعب بإمكانيات كبيرة وبطموح وقوة بدنية رائعة جدا ومهارة فردية استثنائية.
يحصل على ضربة خطأ بعدما توغل وبعدما عرقل من طرف مدافعي الملك القطراوي. ضربة خطأ لسيكون والمنفذ فارياس يقف على الكرة من أجل إعادة حاتم المؤدب وإعادة نادي العربي للمنافسة من جديد. هدف التعادل الياتي في هذه اللحظات 83 دقيقة على بعد 7 دقائق. عبد الرحمن الجاسم يأمر حائط الصد باتخاذ المكان المناسب وعدم التزحزح من مكانهم، وبالتالي ضربة خطأ لصالح نادي العربي. فرانشيسكو فارياس يقف على الكرة إلى جانب اللاعب فهد خلفان. من سيكون المنفذ ومن سيضع الكرة في الشباك؟ رجب قاسم يتابع، يناظر، يعاين الكرة وينتظر أن تكون بعيدة عن الخشبات. فرانشيسكو فارياس على الكرة. هل نتابع الهدف الثاني؟ هدف التعادل لنادي العربي. كل شيء ممكن، كل شيء وارد. هدف بقدم برازيلي ممكن، هدف بقدم السيليساو فرانشيسكو ممكن. فرانشيسكو فارياس لم تمر يا فارياس، التحق بها. رائع هذا اللاعب على مستوى القوة البدنية، رائع والتوغلات، وأيضا على مستوى القدرة الهجومية لاعب مميز. فرانشيسكو فارياس الكرة الماضية لم تمر، حاول طبعا أن يمررها بين لاعبين على مستوى دكة الاحتياط، شوف، أو على مستوى حائط الصد، لكن الكرة الصد طبعا بحائط الصد ووصلت إلى الجهة اليسرى لتأتي معها الآن ركنية من الجهة اليسرى لصالح نادي العربي. آخر 6 دقائق، ركنية عرضية طويلة، الدفاع يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. تأتي معها من جديد ركنية لصالح نادي العربي. هل ياتي هدف التعادل يا حاتم المؤدب؟ اللحظات الاخيره من عمرات المواجهه، ركنيه تلعب، الكره عرضيه طويله، والحارس رجب قاسم يتدخل. الكره لا زالت مستمره والخطوره لا زالت قائمه، تلعب الكره، تصل دائما على مستوى وسط الميدان، تمريره بينيه العربي بالكعب والدفاع يتدخل. العربي يضغط وكانه لم يضغط من قبل، وفي الحقيقه هو لم يضغط من قبل، وهذا هو الضغط والنزوح الهجومي الأول لنادي العربي في هذه المواجهة. تمريرة بينية، تسلل غير موجود، انطلق يا مهاجم، فرصة خطيرة، يراوغ والهدف، لا 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 لا، ضاعت الكرة. وعلى ما يبدو الحكم يعود يعلن عن تسلل. غريب جدا ما حدث في اللحظة الماضية، خالد خلف تأخر كثيرا، الحكم المساعد الأول ماذا كان ينتظر؟ شوف الكرة كيف لعبت، انطلاقة بهذه الطريقة، تسلل واضح جدا بأمتار، حكم المساعد لم يتابع الكرة بالرغم من أنه كان في نفس الخط، انتظر مراوغة اللاعب علي سعيد اللي ضيع الكرة والآخر بغرابة بالرغم من أنه الكرة كان فيها تسلل، إلى أن هذه الكرة لا يمكن أن تضيع بهذه الطريقة. ضاعت الكرة وضاعت الهجمة لنادي قطر لقتل هذه المواجهة بثالث الأهداف، والحكم بعد ذلك كان أعلن عن تسلل وضربة خطأ مباشرة. نفذت الكرة، يلتحق بها البرازيلي، عادت من جديد من جانب الدفاع دائما على مستوى وسط الميدان. الكرة تصل إلى خارج أرضية الميدان، تأتي مع رمية تماس إلى خارج رقعة الميدان، رمية تماس من الجهة اليمنى. آخر 4 دقائق مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء، هل يحقق نادي قطر الانتصار الأول له في هذه المواجهة؟ إن حققه في هذه المسابقة هذا الموسم على الأقل أقول، إن حقق الانتصار فأكيد سيصل إلى الصدارة وسيزاحم كل من ناديي التحيل وأم صلال، ولو أن هذان الناديان أرقامهما التهديفية كبيرة وكبيرة جدا مقارنة بنادي قطر. رائع الاستلام من علي سعيد، علي سعيد يحاول المراوغة، علي سعيد يحاول المرور، يمر، ضاعت الكرة، ما زالت كرة، على كرة الله، على باراد من لؤي عاشور، 10 على 10 يا لؤي عاشور، تدخل بطريقة رائعة جدا في أكثر من مناسبة. شوف الكرة كيف لعبت من علي سعيد، صوب، تدخل لؤي، عاد من جديد، تدخل لؤي، سدد وتدخل لؤي قبل أن يتدخل الدفاع ويبعد الكرة. لحظات صعبة على دفاع نادي العربي، ولكن جميل جدا ما يصنعه لؤي عاشور الحارس الشاب. من مميزات هذه البطولة هي إتاحة الفرص للحراس
الشباب. ومن يدري لؤي عاشور قد ياخذ الرسميه من بعد هذه المواجهه. هي قناعات المدرب حاتم المؤدب. كره وتمريره ضاعت لتعود من جديد في الجهه اليسرى، البحث عن المراوغه، يستلم الكره يحضرها، يطلبها البرازيلي، ينطلق ولكن الدفاع يتدخل والحكم يقول رميه التماس. الحكم السيد عبد الرحمن الجاسم يقول رميه التماس لصالح نادي العربي. سيرجيو باتيس يعلم بان اخر اللحظات من عمر هذه المواجهه. تعود الكره في وسط الميدان دائما لصالح النادي العربي، فريق الاحلام من اجل حلم هدف التعادل. كره من الجهه اليمنى، عرضيه طويله يصل اليها اولا رجب قاسم قبل كل المهاجمين وقبل كل المدافعين. تصل الكره من جديد في وسط الميدان، 88 دقيقة على بعد دقيقتين من نهاية مجريات هذه المواجهة. مع التذكير مشاهدينا الكرام بأننا في حضرة ثالث جولات كأس نجوم قطر، كأس كيو اس ال، البطولة الموافقة والموازية لأيام الفيفا، الفيفا داي، الأيام التي تشهد طبعا خوض مباريات دولية ودية وأيضا رسمية لكل منتخبات العالم. كورة من الجهة اليمنى لصالح نادي قطر. تعود الكرة من اللاعب علي سعيد، ضاعت منه الكرة لتصل دائما عربوية عن طريق البديل أحمد صالح. يحضر الكرة في الجهة اليمنى جاسر يحيى، مسجل الهدف الوحيد لنادي العربي. هل يكون هو من سيسجل الهدف الثاني وهدف التعادل لنادي العربي في هذه المواجهة؟ شوف الكرة الماضية، عملية اللمس والشد واضحة جدا من جانب المدافع خالد أحمد في حق اللاعب جاسر يحيى. حكم المواجهة كان أعلن عن رمية التماس. رمية التماس لصالح نادي قطر. نصل مشاهدينا الكرام إلى الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المواجهة، هدفين مقابل هدف، مع التذكير بأنه علي محمد سجل هدف عالمي مونديالي مع انطلاقة الجولة الثانية، وعيسى بالانكي ومن سجل الهدف الثاني بطريقة أيضا جميلة، وجاسر يحيى ومن سجل أولى الأهداف في هذه المواجهة لنادي العربي مع نهاية الجولة الأولى. تصل الكرة، يعني تابعنا هدف مع نهاية الجولة الأولى وهدف مع انطلاقة الجولة الثانية، وهي طبعا وهو توقيت صعب جدا، صعب جدا ان يتقبل فيه طبعا الفريق المتلقي للهدف. كره من الجهه اليسرى، انطلاقه من فارياس، حكم المواجهه يقول هي ضربه خطا، ضربه خطا لصالح فرانشيسكو على مستوى الجهه اليسرى. سيرجيو باتيس المدرب الارجنتيني اللي التحق طبعا قبل اسابيع بنادي قطر، يريد طبعا ان يحقق الانتصار في هذه المواجهه ويصل الى الصداره، ولما لا تكرار إنجاز تاريخي للملك القطراوي من خلال طبعا الفوز بثاني الألقاب على مستوى كأس كيو اس ال. خمس دقائق مشاهدينا الكرام على كوقت بدل ضائع لهذه المواجهة. كرة من الجهة اليسرى عربوية، الدفاع يتدخل والكرة إلى خارج رقعة الميدان. الكرة إلى خارج رقعة الميدان تأتي مع رمية التماس. رمية التماس وإصابة أحد عناصر نادي قطر من الجهة اليمنى. قلت بأن المدرب سيرجيو باتيسا الأرجنتيني التحق قبل أيام أو قبل أسابيع أو دعونا نقول قبل أشهر من الآن بنادي قطر من أجل أن ينقذ نادي قطر من الوضعية التي يعني يتواجد فيها على مستوى دوري النجوم. مركز عاشر، 11 نقطة، 3 انتصارات، تعادلين و7 زائم للملك القطراوي بفارق 4 نقاط عن الكتيبة العربوية التي تتواجد في المركز الثامن. كرة وتصويبة، الكرة إلى خارج رقعة الميدان. حكم المواجهة قبل ذلك كان أعلن عن ضربة خطأ. حكم المواجهة كان أعلن عن ضربة خطأ لصالح نادي قطر. شوف التدخل بهذه الطريقة، الحكم كان قريب من الكرة وأعلن عن ضربة خطأ لصالح اللاعب خالد أحمد. الانتصار اليوم مشاهدينا الكرام إن حقق من جانب نادي قطر فسيكون الانتصار 15 تاريخيا في هذه البطولة، يعني 14 انتصارا على مدار المشاركات الستة الماضية لنادي قطر في مسابقة كيو اس ال أو كاس كيو اس ال. وبينما ستكون الهزيمة الثانية عشرة لنادي العربي تاريخيا في المسابقة، والثالثة هذا الموسم بعد الهزيمة أمام كل منهم مصر ونادي الخرطية. التدخل والكرة إلى خارج رقعة الميدان.
الكرة إلى خارج رقعة الميدان، وعلى ما يبدو سيكون تغيير في هذه اللحظات من جانب نادي قطر. راشد البراشدي هو من يستعد للدخول في انتظار مكرمان سيدخل. على ما يبدو اللاعب عبد العزيز خالد غادر إلى خارج رقعة الميدان. نعم عبد العزيز خالد اللاعب الشاب هو الآخر يغادر، وبالتالي تغيير هو الأول من نوعه في آخر اللحظات من جانب المدرب سيرجيو باتيس. سيقحم راشد البراشدي اللاعب الذي يتواجد أيضا مع الفئة الأولمبية على مستوى دوري قطر غاز. رمية تماس من الجهة اليسرى نفذت، تصل من جديد لصالح نادي العربي بالكعب عن طريق من؟ عن طريق اللاعب البديل مصطفى محمد. يرسل كرة انطلاقة، البرازيلي بإمكانه أن يعدل الكفة، خلفان يحضر الكرة، انطلاقة من فرانشيسكو فارياس. فارياس يراوغ، فارياس يموه، فارياس يرسل كرة عرضية، والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل ليبعد الكرة. تستمر من جديد عربوية في الجهة اليمنى، مراوغة رائعة جدا، مرور بطريقة جميلة، ولكن المدافع رامي فايز يبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. تأتي مع رمية تماس، رمية تماس لصالح نادي العربي. فارياس في التنفيذ ينطلق، برازيلي يعني في الجولة الثانية. هذا اللاعب قدم مجهود خرافي أمانة منذ دخوله، وهو لاعب نشط على مستوى رقعة الميدان، يتحرك في الجهة اليمنى، في الجهة اليسرى أيضا على مستوى العمق. كان وراء فرصة هي الأخطر لنادي العربي في آخر 15 دقيقة من عمر هذه المواجهة. يصاب في اللقطة الماضية بعد التدخل مع الاحتكاك الماضي مع مدافع الملك القطراوي ليحصل على ضربة خطأ. اللاعب رامي فايز هو من تدخل أمامنا على الصورة، يحصل على بطاقة صفراء. رامي فايز 32 سنة، اللاعب القادم من نادي أم صلال، واللاعب اللي جاور السيلية والعربي ونادي الريان. كورة من الجهة اليمنى بعرضية طويلة راسية، الدفاع يتدخل، غابت الراسيات وحضرت طبعا الأقدام لتبعد الكرة. تستمر الهجمة، عبد الرحمن عناد يرسل كرة عرضية طويلة في الجهة اليسرى إلى خارج رقعة الميدان، والتسلل حاضر، التسلل حاضر على نادي العربي، وبالتالي هي ضربة خطأ غير مباشرة لصالح نادي قطر. نصل إلى الدقائق أو الدقيقة الأخيرة من عمرات المواجهة. شوف ثلاث لاعبين في موقف متسلل، ثلاث لاعبين في موقف متسلل، وبالتالي ضربة خطأ غير مباشرة لصالح الملك القطراوي. آخر 20 ثانية، نادي قطر مشاهدينا الكرام يسير نحو الانتصار الأول له على مستوى كأس نجوم قطر هذا الموسم بعد التعادلين الماضيين أمام كل من الغرافة ومصلال، وبالتالي الوصول إلى النقطة الخامسة والوصول إلى الصدارة مناصفة مع الدحيل ونادي ومصلال. في هذه اللحظات نعم السيد عبد الرحمن الجاسم قاضي القضاة في هذه